صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا على شاشة التلفزيون المصري من خلال القناة الأولى والفضائية المصرية. أهلا بكم في حلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير عليك يا منة، وصباح الخير على كل مشاهدينا في كل مكان. أهلا بحضراتكم وحلقة جديدة من صباح الخير يا مصر. موضوع أن الذكاء الاصطناعي ده بقى موجود في كل المجالات وفرض نفسه في كل المجالات العلمية والتكنولوجية، ده أمر خلاص مفروغ منه، خلاص بنشوفه خلال الفترة اللي فاتت. عامل مؤثر وعامل مهم جدا في كل القطاعات، طبي هندسي رياضي، في كل المجالات والقطاعات. لكن الجديد بقى انه بيوصل لمشاعر الناس. في حاجه اسمها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي دلوقتي، او بقت تقدر ان هي عندها القدره ان هي تسمع مشاكلك، تتكلم معاك وتقدر الموقف وتتفهم ظروفك النفسيه والعاطفيه كمان. مش بس كده، ده بيقدم لك كمان حلول بتساعدك في بعض المواقف. مش عارف ولا انا عارف بصراحه ولا متخيل يعني. خلينا نمشي معاهم واحده واحده. انا عارفه ان في تطوير يعني وفي تطور كده في الذكاء الاصطناعي، انه بيركز بقى على المشاعر. لكن فكره بقى ان احنا نلاقي فجاه ان في ابلكيشن اسمه انجري جي اف، الابلكيشن ده بيشتغل على المشاعر، بيشتغل يعني كده مصلح اجتماعي وبيصلح بين الازواج، يعني بيساعد الزوج مثلا انه يفهم مشاعر زوجته او شريكه حياته، بيعلمها ازاي يحتوي مشاعرها وقت الغضب. وده مش بينطبق فقط على الازواج، بينطبق كمان على الناس مع بعض في الشغل، الناس المحيطين بيك، افراد الاسر. يعني انا وانا بقول لك صباح الخير يا شاذلي، انا نازل هتشغل الاجري جي اف عشان اعرف، وهتفهم من طريقتي وانا بقول لك صباح الخير طبعا، وافهم دوافعك في الصباح شكلها عامل ازاي وطريقه الصباح عشان افهم. ما هو موجود عشان يحلل المشاعر ويفهم الدنيا ويديني بقى الفيدباك اللي على اساسها. وانت ما جيتش؟ هتعامل معاه؟ لا طبعا، ما انا هعتمد عليه. وانا بقول لك صباح الخير يا شاذلي، انا بقول لك صباح الخير يا شاذلي، ما هتفرق بقى الاثنين نفس ذات الصباح الخير يا شاذلي. اعتقد بقى ان دي الحته اللي هو مش هيقدر انه يميزها. العلاقه ما بين الازواج او حتى بين الزوج قائمه على الموده، قائمه على الرحمه. هو مش هيفهم حاجه زي دي. بين الازواج دايما في حاجه اسمها التغافل، ان احنا نعدي البعض. ما اعتقدش ان هو ممكن يصل لهذه النقطه مهما كان، لكن على كل هو هيبقى مفيد في ان الزوجه ساعات بتروح لصاحبتها اللي هو بتاع الطلاقي دي، عارفها دي، اول ما تيجي تتكلم تفتح بقها حصل مشكله الطلاقي على طول. فهو هيبقى مفيد لانه مش هيدخل ان شاء الله يعني في الحته دي. لكن الحقيقه عندي فضول، وارد انه يدخل، عندي فضول اعرف ازاي الابلكيشن ده بيشتغل. يعني هدفه الاساسي طبعا هو انه يساعد الرجاله والستات على حل الخلافات الزوجيه. بيقولوا ان الزوج مثلا بينزل التطبيق ده على التليفون او الزوجه، عشان بس محدش يتخيل ان لازم الزوج هو اللي ينزل الابلكيشن، يعني معاها موبايل هي كمان تقدر تتعامل. يعني لما بيحصل مشكله مع مراته بيفتح الابلكيشن، بس ثواني احنا نروح الاسم، احنا نفتح الابلكيشن عشان نشوف هو بيقول ايه، بيحكي له المشكله اللي حصلت ما بينهم. هنا بقى الذكاء الاصطناعي بيعمل ايه؟ بيحلل الموقف وبيعرف الدوافع بتاعت الموقف ده، وبيقترح كمان الحلول اللي تساعد على تخطي المواقف ببساطه من غير ما نكبر المشكله. وده مهم جدا يعني. وكانها ما كبرتش، وكان واحده عماله تتكلم وتهاتي وتقول عندي مشكله ومتعصبه، وده سايبها وباصص في الموبايل وجايب طرف ثالث صديق. شوف هيقول لي ايه. لا هو مش صديق، هو طرف كمان مش صديق، لا يعرفني ولا يعرفك، هو يعني بيمثل ال، فلا عارف خلفيتها ولا مشاعرها ولا هي متضايقه من ايه ولا الموقف، وفي الاخر هيقوم قايل اي كلام، والزوج هيستنى يسمع اي ورد. كلام علشان يطبقه. يعني عارفه انت الرومانسيه الزايده اللي بيشوفوها في الافلام دي، هات لها ورد، هو غالبا هيقول له كده، هات لها ورد.
انت متخيل الذكاء الاصطناعي ده يعني هيقدر يفهم الستات عايزه ايه، وهيقدر يفهم الرجاله عايزه ايه، وهيعتقد ده هيفهم الرجاله عايزه ايه، لكن مش هيقدر يفهم الستات عايزه ايه. ليه؟ لانه احنا كبشر مش قادرين، كرجاله مش قادرين نفهم الستات عايزه ايه. فهو كمان اعتقد انه هيعجز. هو الذكاء الاصطناعي مش بديل عن الناس الطبيعيه، يعني انتوا عندكم قدره، عدم قدره على الفهم، هو مش هيشتغل يفكر مكانكم. لا 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 خالص، ولا هو يعرف يوصل. قدامه تحديات ان هو يعني يبتدي بقى يحاول يحل محل الذكاء الطبيعي، ما انتش قادرين تعرفوا الامور ماشيه ازاي، لكن اعتقد ان قدامه كتير عشان يوصل لمرحله ان هو يحل المشاكل. يمكن النهارده في خلال الحلقه هنتكلم في الموضوع ده بشكل اكتر تفصيلا. يا ترى انتوا متخيلين ان فعلا الذكاء الاصطناعي ممكن هو اللي يحل المشاكل بين الزوج والزوجه؟ وهل وصلنا للمرحله دي في الاعتماد على التكنولوجي؟ وهل وصلنا للمرحله دي في ان احنا مش عارفين اصلا نتفاهم مع بعض؟ هنعرف النهارده من خلال حلقتنا. مصبح على حضراتكم مره ثانيه، صباحكم زي الفل وصباح الخير يا مصر. قبل ما نبدا اخبارنا وفقراتنا لصباح الخير يا مصر النهارده، خلونا نروح لدينا ونتعرف منها على اخر اخبار الطقس، وايضا جوله مروريه في شوارع القاهره وباقي المحافظات، ونعرف كمان موقفها بقى من موضوع الذكاء الاصطناعي ودخوله بقى في حته المشاعر والعاطفه. صباح الخير عليك يا دينا. صباح الخير يا شاذلي. صباح الخير يا منى. صباح السعاده والتفاؤل على كل المصريين في كل مكان. ايه رايك في الموضوع ده؟ انا الذكاء الاصطناعي بالنسبه لي لو هو هيقدر يتعامل مع مشاعر المراه انها دايما على حق، وانها مش زنانه ومش نكديه، انا هحكمه، هدخله في التحكيم. يبقى يا جماعه لازم الابلكيشنز دي لازم ما تنزلش اصلا على تليفونات الستات مبدئيا، يعني ما هو يعني وملاش يعني ايه، وما يتعاملش بسياسه قلب الترابيزه اللي بيستخدمها الراجل، يعني فاهم. هو لو اتعامل كده دينا بتفتح مواضيع كمان. يا ريتنا ما سالناها كده. لو كده انا هستخدم الذكاء الاصطناعي بكل تاكيد. اكيد بنصبح على حضراتكم مره ثانيه، ودلوقتي خلونا نستعرض معاكم بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. كالعاده هنبدا من القاهره، وتعالوا بينا نروح لكوبري اكتوبر اللي بيشهد في الوقت الحالي بعض الكثافات المروريه. شارع رمسيس بيشهد كثافات مروريه هتبدا تقل تدريجيا لحد ما نوصل لغمره. كوبري 15 مايو متجه الى المهندسين عليه كثافات مروريه. شارع بورسعيد من نزله كوبري اكتوبر بيشهد سيوله مروريه لحد منطقه الزاويه الحمراء. في كمان كثافات نسبيه عند الويلي ولحد كوبري الساحل والاميريه والكورنيش من المظلات الى وسط البلد. في كمان كثافات مروريه بسيطه ومتقطعه. اما المتجه الى المؤسسه ففي سيوله مروريه ما عدا بعض الكثافات عند المظلات. نروح معاكم محافظة الجيزة وتحديدا شارع الهرم اللي بيشهد كثافات مروريه. الكثافات دي بتزيد مع ساعات الذروه الصباحيه. كمان باقي شارع الهرم الرئيسي بيشهد تباطؤ في حركه السيارات. في كثافات للمتجه الى كوبري الجيزه المعدني. في شارع فيصل في كثافات مروريه بتبدا من محطه المريوطيه ومكمله لحد كوبري فيصل. نروح لطريق المحور القادم من اكتوبر، في كثافات مروريه قبل الدائري وبتستمر لغايه سلم ارض اللواء. بعد كده في سيوله مروريه في شوارع المهندسين وحتى كوبري 15 مايو. اما المتجه الى كوبري اكتوبر في كمان سيوله مروريه. نروح معاكم لعروس البحر الابيض المتوسط الاسكندريه، وفي كثافات مروريه عند كوبري استالي وعلى طول الكورنيش. في كمان كثافات متفاوته عند الاشارات بطول الكورنيش. اما باقي الشوارع الجانبيه ففيها سيوله مروريه نسبيه. شارع جمال عبد الناصر في كثافات مروريه عند تقاطع مع محور محمد نجيب، ونفس الامر في شارع عبد السلام عارف اللي بيشهد كثافات مروريه لكنها متحركه. وهنكمل جولتنا المروريه ونروح اسوان، وهنبدا من شارع السادات لحد ما نوصل لمنطقه المسله واللي بيشهد سيوله مروريه على طول الشارع. هنلاحظ ان في كثافات مروريه بسيطه لحد ما نوصل لمحطه القطار اللي بيشهد الطريق حواليها كثافات مروريه. في كمان ايضا كثافات في شارع الحدادين وشارع الامام الشافعي والطريق المؤدي الى مستشفى اسوان الجامعي في بعض الكثافات المروريه. من جولتنا في شوارع مصر المختلفة هنستعرض مع حضراتكم جولة سريعة عن أحوال الطقس. النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، في نشاط رياح على بعض المناطق. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 38، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 45، وأقل درجة حرارة في دمياط 29 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل لكن بعد شوية.
اهلا بحضراتكم. خلينا نبتدي كالمعتاد باهم الاحداث والاخبار. الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجرى امبارح جوله تفقديه لعدد من المشروعات الصناعيه والتكنولوجيه في محافظه بني سويف، واكد رئيس الوزراء على ان الدوله بتعمل على تعميق الصناعه المحليه واحداث طفره كبيره في قطاع الصناعه من اجل تغطيه السوق المحليه وزياده قيمه صادراتنا. كمان رئيس الوزراء قال ان الدوله بتركز على زياده الاستثمارات الاجنبيه المباشره وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل اكبر لكي تصل مساهمته في الاقتصاد الوطني ل 65% ده خلال الثلاث سنوات المقبله. تفاصيل هذه الاخبار واخبار ثانيه هنعرفها في التقرير اللي جاي. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها قيام دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بجولة تفقدية لعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية في محافظة بني سويف. وأكد رئيس الوزراء أن الدولة المصرية تمضي قدماً بخطى حثيثة نحو تعميق الصناعة المحلية وتوطين مختلف الصناعات، انطلاقاً من أن تنفيذ إجراءات إصلاح المسار الاقتصادي قائم على عدة قطاعات في مقدمتها الصناعة، إلى جانب الزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والسياحة، بهدف زيادة مساهمتها في إجمالي الناتج المحلي تدريجياً. لذلك فإن مسيرة العمل خلال الفترة الحالية بترتكز على توطين الصناعة والتوسع في الرقعة الزراعية وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز دور القطاع الخاص بشكل أكبر ليصل مساهمته في الاقتصاد الوطني ل 65% خلال السنوات الثلاث المقبلة. وامبارح وخلال جولته بعدد من المشروعات الصناعية والتكنولوجية بمحافظة بني سويف، أدلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بتصريحات أكد فيها بأنه لا يمر أسبوع إلا ويتم زيارة مصانع للقطاع الخاص، وبيتم كل يوم استهداف صناعات وقطاعات بعينها. فشغل الحكومة الشاغل اليوم هو كيف ينمو قطاع الصناعة بطريقة مضطردة خلال الفترة المقبلة، وكيف تحدث طفرات هائلة في هذا القطاع من أجل تغطية السوق المحلية وزيادة قيمة صادراتنا. وامبارح وفي ختام جولته بعدد من المشروعات التنموية والصناعية بمحافظة بني سويف، توجه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء لتفقد القرية التكنولوجية بمحافظة بني سويف. أيضا تفقد المعامل التكنولوجية وقاعات التدريب بمركز إبداع مصر الرقمية ببني سويف، واطلع على الأنشطة والبرامج المقدمة من وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والجهات التابعة لها داخل المركز، والموجهة لشباب محافظة بني سويف من الطلاب وخريج الجامعات في مجالات بناء القدرات الرقمية والتأهيل لسوق العمل الحر العالمي واحتضان الشركات الناشئة. امبارح المتحدث العسكري للقوات المسلحة نشر على صفحته الرسمية على فيسبوك إن الأكاديمية العسكرية المصرية نظمت زيارة لعدد من طلبة الكلية الحربية لمستشفى أهل مصر لعلاج الحروق في إطار تعزيز المشاركة المجتمعية لأفراد القوات المسلحة والتواصل مع أبناء الشعب المصري. وبتأتي الزيارة في إطار جهود القوات المسلحة لدعم مؤسسات المجتمع المدني والمنشآت الطبية ذات البعد الإنساني ودعم دورها في تقديم الرعاية الصحية للمواطنين ورفع روحهم المعنوية. هنبدأ مع حضراتكم أخبار المحافظات من محافظة المنوفية واللي تم فيها إنشاء أسواق ومواقف نموذجية جديدة بقيمة 86 مليون جنيه. في الشرقية تم حصاد 60,000 من المساحات المزروعة بمحصول البنجر. كمان في بني سويف تم الكشف وتوفير العلاج ل 1645 مواطن ضمن حياة كريمة. وفي الوادي الجديد تم تنفيذ مشروع تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية في مراكز الشباب. خلينا نتابع التفاصيل في التقرير اللي جاي. محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في المنوفية أعلنت المحافظة عن تنفيذ 9 مشروعات خدمية من بينها أسواق حضرية ومواقف نموذجية بقيمة استثمارية تصل ل 86 مليون جنيه بنطاق مراكز ومدن المحافظة، وده ضمن خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الحالي. في البحر الأحمر كشفت جداول الوصول لمطار مرسى علم الدولي عن استقبال 29,000 سائح خلال الأسبوع الجاري بدءاً من السبت وحتى الجمعة المقبل، ومن المقرر أن يصل السائحين على متن 144 رحلة طيران متنوعة ما بين الألماني والبولندي والبلجيكي والهولندي والتشيكي. في الشرقية أكدت مديرية الزراعة أنه تم حصاد 60,000 فدان من إجمالي 87,000 من المساحة المزروعة لعام 2024 بزيادة قدرها 3,000 فدان عن العام الماضي، كما تحققت زيادة الإقبال على زراعة البنجر هذا العام بسبب إنتاجيته المرتفعة وسهولة تسويقه وكونه محصول مربح للمزارعين.
في كفر الشيخ أعلنت المحافظة تنفيذ 95% من الأعمال الإنشائية بمحكمة الرياض الجديدة بتكلفة 100 مليون جنيه تتضمن 5 طوابق بالإضافة للخدمات، وتم الانتهاء من أعمال الإنشاءات وجاري الانتهاء من التشطيبات. في بني سويف أكدت مديرية الصحة أن إدارة القوافل قامت بتنفيذ قافلة طبية بقرية نزلة البرقي مركز الفشن، وتم الكشف على 1645 مريض وصرف العلاج ليهم بالمجان. في الوادي الجديد بتنفذ مديرية الشباب والرياضة فعاليات تنشيط الرياضة بالأحياء السكنية ضمن خطة المديرية لنشر ثقافة ممارسة الرياضة وجذب الأطفال والشباب لمراكز الشباب، وبيقوم تنفيذ المشروع على مشاركة مجموعة من المدربين وأخصائي الرياضة بالمديرية على تشجيع الأطفال والشباب على ممارسة الرياضة. مشاهدينا خلينا نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم باقي حلقاتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية، ودلوقتي جه معنا مع أخبار الطقس بالتفصيل. وهي الأرصاد بتتوقع أن النهاردة لسه في ارتفاع في درجات الحرارة، الطقس هيكون شديد الحرارة نهارا على أغلب الأنحاء، حار على السواحل الشمالية الشرقية، بالليل الجو هيكون معتدل على أغلب الأنحاء، في كمان نشاط رياح على بعض المناطق. تفاصيل أكتر عن حالة الطقس معنا على تليفون محمود القياتي عضو المركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية. صباح الخير. صباح الخير على حضرتك استاذه دينا وعلى كل الساده المشاهدين، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك يا فندم. حابين نطمن من حضرتك عن حاله الطقس، وخصوصا ان احنا بنعاني من موجه حاره يمكن بدات من امس ومش عارفين هتستمر معانا كام يوم. بالفعل يمكن احنا اعلنا في نشراتنا وتحذيراتنا مسبقا ان البلاد على اعتاب موجه من حاره الى شديده الحراره هتاثر على كافه مناطق الجمهوريه بما فيها القاهره والسواحل الشماليه ومحافظات الصعيد، وإن كانت محافظات الصعيد هي أكثر المناطق اللي تأثرت بارتفاع درجات الحرارة بشكل كبير، لكن على كل حال هي موجة شديدة الحرارة وأجواء شديدة الحرارة. بالفعل يمكن سجلت القاهرة بالأمس 39 درجة مئوية كأعلى درجة حرارة، وهي درجة الحرارة العظمى اللي تم تسجيلها بالأمس، وصلت ما بين 43 ل 44 على محافظات الصعيد، وبالفعل دي قيم درجات حرارة عالية بشكل كبير وأجواء شديدة الحرارة. الخرائط بتشير إلى استمرار الحالة الجوية دي اليوم وحتى نهاية الأسبوع الحالي. درجات الحرارة طوال الأسبوع ده على القاهرة بإذن الله هتكون في حدود 37 ل 39 درجة مئوية، بتستمر أيضا ما بين 43 إلى 45 و44 على محافظات جنوب الصعيد. كمان السواحل الشمالية لها نصيب كبير من الارتفاع ده، بتصل عليها العظمى خلال هذا الأسبوع ما بين 34 ل 36 درجة مئوية. بالفعل كمان درجات الحرارة دي خلال ساعات النهار أثرت على درجات الحرارة خلال ساعات الليل طبعا. بدأنا نشعر خلال ساعات الليل بدرجات حرارة مرتفعة نسبيا وأجواء من معتدلة إلى مائلة للحرارة خلال ساعات الليل. الصغرى على القاهرة بدأت تسجل 24 درجة مئوية بعد ما كانت بتسجل الليالي الماضية في حدود 16 ل 18 درجة، يعني بالفعل ارتفاعات كبيرة سواء خلال ساعات الليل أو خلال ساعات النهار ضمن هذه الموجة اللي كما ذكرنا تستمر حتى نهاية الأسبوع الحالي. كمان اليوم مستمر معانا اضطراب حركة الملاحة البحرية على البحر الأحمر. الاضطراب ده بدأ من نهايات الأسبوع اللي فات ده، وكنا أصدرنا داخل هيئة الأرصاد الجوية إنذار بحري خاص بالبحر الأحمر. مستمر معنا الاضطراب اليوم ايضا، وارتفاعات امواج على البحر الاحمر وخليج السويس بتتراوح ما بين 2 إلى 3.5 متر نتيجه نشاط الرياح. بالفعل نتيجه نشاط الرياح على مسطح البحر الاحمر، واللي بتصل الرياح على البحر الاحمر في بعض المناطق ل 60 كيلو متر على الساعه، وبالتالي لا زال البحر الاحمر غير مهيئ لاعمال الصيد والملاحه البحريه اليوم. كمان في نشاط نسبي للرياح على العديد من مناطق الجمهورية بيكون ملحوظ بشكل أكبر على جنوب سيناء والمحافظات الجنوبية زي شمال وجنوب الصعيد. عايزين نشير هنا إلى نقطة مهمة جدا، إلى أن هو ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية أو خلال فصل الربيع، الموجات دي بتختلف عن الموجات اللي بنشهدها في فصل الصيف. يمكن بتتميز الموجات الحارة أو شديدة الحرارة اللي بتحصل في فصل الربيع إن نسب الرطوبة فيها مش بتكون عالية،
وبيكون في بعض نسمات الرياح بنشعر بيها اكتر في المناطق اللي بتكون في الظل، وبالتالي ده بيخلي درجات الحراره المحسوسه قريبه الى حد كبير من درجات الحراره يعني المقاسه. يعني هو ما زلنا حتى الان ارتفاعات في نسبه الرطوبه مش عاليه بالدرجه الكبيره زي ما بنشعر بيها في فصل الصيف. بالتاكيد يمكن لو سجلنا بالامس 39 درجه زي ما سجلناها مع نسب رطوبه عاليه في الصيف كنا هنشعر بيها كانها مثلا اكثر من 40 او قد تصل الى 45، لكن بسبب نسب الرطوبه المنخفضه في الفتره الحاليه بنشعر بيها مقاربه بشكل كبير للي تم قياسها. كمان نشاط الرياح النسبي وان كان سرعاته لا تتجاوز ال 35 كيلو متر على الساعه، الا اننا بنشعر ببعض نسمات الهواء الخفيفه حتى خلال ساعات النهار في الاماكن اللي بتكون او متواجد لما بنكون متواجدين في الظل. طيب حضرتك بتقول ان هي درجات الحراره هترجع تاني مره تانيه او الموجه دي هتنتهي معانا مع نهايات الاسبوع، صحيح كده يا فندم؟ بالفعل هو التوقعات المبدئية الخرائط بتشير بشكل مبدئي انه على نهاية الاسبوع الحالي هتبدأ الكتل الصحراوية دي المؤثرة علينا المسببة لهذا الارتفاع مع المرتفع الجوي الموجود في طبقات الجو العليا، هتبدأ الكتل دي تتراجع بشكل نسبي مش بشكل كبير، هنبدأ بعدها نتأثر بكتل من مصادر شمالية درجات حرارتها منخفضة نسبيا، هيبدأ انخفاض تدريجي او انخفاض نسبي. خلينا نقول ان دي توقعات مبدئية ليست دقيقة بالشكل الكافي، بالتأكيد بنتابع مع حضراتكم على طوال الاسبوع. احنا بنتابع مع حضرتك بشكل يومي والهيئة العامة للأرصاد الجوية بشكرك شكرا جزيلا محمود القياتي عضو مركز الإعلامي لهيئة الأرصاد الجوية على المتابعة اليومية معنا في برنامج صباح الخير يا مصر. هنتابع مع حضراتكم دلوقتي درجات الحرارة متوقعة النهاردة، هنبدأها من القاهرة العظمى 38 الصغرى 24، عاصمة إدارية 38 23، اسكندرية 34 22، العالمين الجديدة 34 21، مطروح 37 22، دمياط 29 23، بورسعيد 30 23، اسماعيلية 37 22، السويس 37 22، العريش 31 18، كاترين 32 14، طابة 32 13، حلايب 34 24، شلاتين 38 25، شرم الشيخ 39 27، الغردقة 39 27، الفيوم 41 24، الوادي الجديد 44 27، بني سويف 41 24، اسيوط 42 25، سوهاج 43 26، قنا 44 26، الاقصر 45 27، واخيرا اسوان 45 28. حبينا نطمن حضراتكم على حاله الطقس، لكن في ارتفاع في درجات الحراره خلال الايام دي، يعني يجب ان احنا نتوخى الحذر خاصه مع ساعات الذروه الصباحيه وساعات الظهيره، نشرب كميات وفيره من المياه، وكمان ما نتعرضش لاشعه الشمس المباشره خاصه لكبار السن والاطفال. هرجع مره ثانيه لشاذلي ومنى عشان نكمل معاكم فقره صباح الخير يا مصر. شكرا لك يا دينا. دلوقتي خلينا نتابع مع بعض اهم الاحداث اللي هتحصل النهارده في سياق التقرير اللي جاي. بالنسبة للأخبار اللي هتحصل النهاردة، فهتشهد قاعة الاحتفالات الكبرى بجامعة القاهرة فعاليات المؤتمر العلمي السنوي لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء بالتعاون مع جامعة القاهرة تحت عنوان صنع السياسات الاقتصادية في أوقات تزايد المخاطر وعدم اليقين، واللي بيقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. النهاردة هتنطلق فعاليات الدورة السادسة لقمة مصر الدولية للتحول الرقمي والأمن السيبراني في مركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وبتستمر حتى 21 مايو الجاري. بتقام القمة تحت رعاية رئاسة الوزراء وعدد من الوزارات والهيئات الحكومية الهامة بهدف تعزيز مكانة مصر الإقليمية في مجال التحول الرقمي والأمن السيبراني. النهاردة هيقيم بيت الشعر العربي التابع لصندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قنوش في 8 مساء أمسية شعرية جديدة تحمل اسم ليلة حافظ إبراهيم، إحياءً لذكرى الشاعر الكبير اللي بتحل في 21 يونيو المقبل. النهاردة العشاء الكرة الإفريقية موعدهم مع مباراة إياب الدور النهائي لبطولة الكونفدرالية الإفريقية اللي بتجمع بين الزمالك ونهضة بركان المغربي في الساعة 8 مساء على استاد القاهرة الدولي. النهاردة هنحيي مع حضراتكم ذكرى ميلاد أمير القصة القصيرة الأديب الراحل يوسف إدريس ابن محافظة الشرقية، ترك مجال الطب عشان يتفرغ لكتابة الأدب والقصص القصيرة، وفي عدد كبير من أعماله اتحولت إلى أفلام ومسلسلات لسه بنتابعها لحد دلوقتي.
تحل اليوم ذكرى ميلاد الأديب الراحل يوسف إدريس أمير القصة القصيرة. ولد الكاتب الكبير يوسف إدريس في قرية البيرون بمركز فاقوس في محافظة الشرقية في 19 من مايو عام 1927. عاش طفولته مع جدته في القاهرة وأكمل دراسته بالقاهرة، ونظراً لحبه للعلوم التحق بكلية الطب بجامعة فؤاد الأول جامعة القاهرة حالياً. حصل يوسف إدريس على درجة البكالوريوس في الطب متخصصاً في الطب النفسي عام 1951، وعين طبيباً بمستشفى قصر العيني، إلا أنه استقال منها وقرر التفرغ للكتابة وبدأ نشر قصصه القصيرة. ظهرت أولى قصصه عام 1954، وأصدر مجموعته القصصية الأولى أرخص ليالي عام 1954، والتي أحدثت ضجة كبيرة وقتها. تحولت روايات يوسف إدريس إلى أفلام سينمائية مثل رواية الحرام من بطولة الفنانة الراحلة فاتن حمامة وعبد الله غيث وزكي رستم. اسمع الحمارة تسيبيها على هواها خالص كده هو، علشان تاني مرة عوضين يرضى يا سلفان. حاضر يا أبو. والجلابية إيوة جيبيها منقطة، هاتيها مخططة أحلى. النبي الودي ود أجيبها لك قطنية. عشت لي يا عزيزة. من بعدها حادثة شرف التي حققت نجاحاً كبيراً وقتها. كنت فين يا بيت؟ كنت بعمل إزاي؟ عملت إيه تاني؟ قعدت أتكلم شوية مع ولعة. ولعة؟ ابن مين ده؟ ابن معزة خالتي بهام. لا يا شيخ، أنت هتاكلي بعقلي حلاوة يا بيت. ثم رواية لا وقت للحب التي تحولت لفيلم سينمائي عام 1963 من بطولة رشدي أباظة وفاتن حمامة وصلاح جاهين. احنا بقى لنا يجي 15 سنة زملاء أصحاب. انت صحيح ما تعرفنيش الا ساعة الزنقة، انما انا شيء إلهي كده بحبك. وعايز اقول لك على حاجة سيدي العزيز، انا كل اذان صاغية. لا انا بتكلم جد، مش تقدر بقى يا اخويا تفضك من الحكاية دي، ده انت ما عادش في عمرك قد ما مضى. وقاع المدينة والنداهة التي ركز فيها يوسف إدريس على التفاوت الطبقي والثقافي بين المصريين. نفسي أرجع مصر وانت معايا يا فتحية، لأجل ما تنوري لي الأوضة والعمارة كلها. تاني كونت نفسي وبقيت بواب محترم. صاحب العمارة مديني أوضة شرحة نظيفة ومبلطة وبتنور بالكهرباء. يا سلام لو جيتي معايا يا فتحية. توفي الكاتب الكبير يوسف إدريس يوم الأول من أغسطس عام 1991 بعد أن ترك لنا عالماً أدبياً خاصاً به رسمه لنا. ورغم رحيله منذ سنوات، ما زلنا نستمتع برواياته وتحويلها إلى مسلسلات وأفلام يعيش عليها أجيال مختلفة من الأعمار. النهاردة ذكرى وفاة ناظر مدرسة المشاغبين الفنان الكبير حسن مصطفى، واللي رحل على العلاملة في 19 مايو 2015 بعد تاريخ فني كبير، سواء بقى كان في السينما أو في الدراما أو في المسرح. يمكن من الأعمال اللي مش ممكن إنها تتنسي أبداً شخصية رمضان السكري الأب في مسرحية العيال كبرت، اللي بتعتبر من الأعمال المسرحية الخالدة في ذكرى وفاته. خلينا نتابع مع بعض التقرير. تحل اليوم ذكرى وفاة الفنان حسن مصطفى الذي رحل عن عالمنا في 19 من مايو عام 2015 تاركاً رصيداً كبيراً من الأعمال الفنية والأدوار الكوميدية البارزة. ولد الفنان حسن مصطفى في 26 من يونيو عام 1933 بالقاهرة، والتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية، وفور تخرجه التحق بالعمل في مسرح التلفزيون، وانتقل منه إلى فرقة إسماعيل ياسين وفرقة الفنانين المتحدين. كانت مسيرة الفنان حسن مصطفى الفنية حافلة بالعديد من النجاحات الفنية على كافة مجالات الفن، وبلغ رصيده الفني 323 عملاً فنياً، وكان للمسرح نصيب الأسد في صناعة شهرته، خاصة عندما جسد شخصية ناظر المدرسة في مسرحية مدرسة المشاغبين، والذي يعتبر نقطة فارقة في مسيرته الفنية، ثم قدم بعدها شخصية رمضان السكري الأب في مسرحية العيال كبرت التي تعد من الأعمال المسرحية الخالدة. ضعوا وادي قهوتكم اهي. سجاير قدام الأولاد يا زينب، هم عارفين انك أدب. قدم الراحل حسن مصطفى حوالي 90 مسلسلاً، منهم رأفة الهجان، من الذي لا يحب فاطمة، ضمير أبلة حكمة، البراري والحمول، بوابة الحلواني، حياة الجوهري، يتربى في عزه، وعباس الأبيض. وفي السينما شارك في بطولة عدد من الأفلام، منها
أرض النفاق وأخطر رجل في العالم مع فؤاد المهندس، وفيلم امرأة واحدة لا تكفي مع يسرى وأحمد زكي، وفيلم غريب في بيتي مع نور الشريف وسعاد حسني، وأفواه وأرانب مع فاتن حمامة ومحمود ياسين. تزوج الفنان حسن مصطفى من الفنانة ميمي جمال، واستمرت زيجتهما ما يقرب من 50 عاماً حتى رحيله عن عمر ناهز 81 عاماً، وذلك بعد تعرضه لأزمة قلبية استدعت نقله إلى العناية المركزة، ولفظ أنفاسه الأخيرة تاركاً خلفه إرثاً فنياً كبيراً. فريق جامعة المنصورة فاز بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة هال برايز العالمية، وده بعد ما تمت منافسات قوية مع 24 فريق من مختلف الجامعات المصرية عشان يتأهل للمنافسة عالميا في لندن. عشان نعرف تفاصيل أكتر معانا على التليفون دكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعة المنصورة. يا دكتور طارق صباح الخير يا فندم. صباح الخير يا فندم. يا أهلا بحضرتك وألف ألف مبروك طبعا الفوز في هذه المسابقة، لكن اكيد المنافسات كانت صعبه، احنا بنتكلم في 24 فريق فاكيد المنافسات كانت صعبه، لو حضرتك تفهمنا اكتر عن فكره المسابقه. الحقيقه طبعا ببارك طبعا لفريق جامعه المنصوره، هي مسابقه تبع هالت برايز، هي مسابقه عالميه بتستهدف مشاريع اجتماعيه واستثماريه للطلاب الجامعيين وبتحقق اهداف التنميه المستدامه. الحقيقه هالت برايز كل سنه بتختار هدف من اهداف التنميه المستدامه وبتحاول ان هي تخلي فيه نوع من انواع الابتكار والابداع للطلاب يقدموا فيه. بمناسبه مرور 15 سنه على هالت برايز السنه دي، قالوا ان كل اهداف التنميه المستدامه متاحه، ممكن الطلاب يقدموا افكار ابتكاريه ومشاريع استثماريه في تلك الجائزه. عظيم. كان في مواصفات معينه خلت فريق المنصوره يقدر ان هو يكسب ويوصل لمرحله المركز الاول؟ هو الحقيقه احد اهداف وشروط المسابقه ان يكون الابلكيشن او الاب اللي هم بيقدموه او الفكره اللي بيقدموها قابله للتطبيق، وبيبقى في فريق طبعا بيقيم المشروعات المقدمه من قبل الطلاب على مستوى الجمهوريه ككل. فكانت فكرة جيدة جدا من طلاب جامعة المنصورة ان هم يعملوا ابلكيشن لعدم النطقين بحيث يقدر ان يتواصل مع اخصائي الكتروني لتعليمه النطق، فكانت فكرة هائلة جدا والحمد لله اخذنا المركز الاول على مستوى الجمهورية. لا عايزين برضو من حضرتك تفهمنا اكتر عن الابلكيشن ده. والله هو الابلكيشن هو عبارة عن اب فيه 12,000 كلمة معينة بيكون الهدف منه ان الافراد الموجودين اللي هم اللي عندهم مشاكل في النطق بيتم التعامل معاهم عن بعد، بدون اخصائي تخصص. مصمم بتقنيه الموشن جرافيك وبيكون في تمارين افتراضيه، مجموعه لايف لدعم وتوعيه المستخدمين، في حجز جلسات استشاريه مع اخصائيين خبراء داخل التطبيق. فكانت فكره هايله جدا. لا عندهم مشاكل في النطق فبالتالي ممكن يكتب الكلمه من خلال الابلكيشن ويسمعها بالعاميه. بالظبط. طيب الفريق من سنه كام؟ ده مشروع تخرج ولا ده بيبقى نوع من انواع خدمه المجتمع فممكن يبقى موجود من مختلف السنين الدراسيه، من مش عارفه بقى هل بتطبقوا الكريدت اورز فممكن يبقى حد عنده عدد كورسز خلصوا او لا، يعني قول لي الفريق ازاي بيتكون؟ احد شروط المسابقه طبعا ان يكون من طلاب الجامعه، واحنا دايما في الجامعه بندعم المسابقات وبندعم كل الكليات بحيث تقدم فيها. الفريق طبعا هو خليط من طلاب جامعه المنصوره، عندنا طالب اللي هو طبعا حمزه من كليه هندسه، عبد الرحمن من كليه الطب، احمد من كليه الحاسبات، من كليات مختلفه، يعني الطلاب متجمعين من كليات مختلفه. طب هم يعرفوا بعض ازاي؟ احنا بيتم الاعلان عن المسابقه وبيتم عمل فريق تحت اشراف طبعا احد اعضاء التدريس هو الاستاذ الدكتور احمد فكري، وبيكون فريق هالت برايز في الجامعه موجود بيقسم الفرق والافكار مع بعض، بيبداوا يشتغلوا يطلعوا فكره معينه يعرضوها على لجنه التحكيم وهي اللي تختار الفكره الاكثر ملائمه يعني. طيب انتوا في الجامعه ازاي بتدعموهم؟ جامعة المنصورة معروفة على مدار تاريخها ان هي بتدعم او بيئة حاضنة دايما او بيئة تعليمية داعمة دايما لتاريخ الطلاب. احنا عندنا دايما بيتم خلال تشجيع الطلاب للمشاركة في انشطة علمية، بالمهارات التواصل بيننا وبينهم موجودة على طول، بنغرس فيهم روح التنافس والعامل الجماعي.
اعضاء هيئه التدريس اللي موجوده عندنا على طول موجوده بين الطلاب، وسيد المثال على ده الدعم الغير المحدود للطلاب اللي موجودين عندنا في المسابقه عشان ينافسوا على مستوى العالم في لندن ان شاء الله. مبروك يا فندم مره ثانيه وكل التوفيق لجامعه المنصوره. شكرا جزيلا دكتور طارق غلوش نائب رئيس جامعه المنصوره. هنروح مع حضراتكم لموضوع اخر، زراعه الرز بيحتاج طبعا وقت وجهد كبير جدا من المزارعين ومتابعه بشكل مستمر وشكل يومي، عشان لان الرز طبعا من الحاجات اللي بتستهلك كميات كبيره جدا من الميه خلال عمليه الزراعه، وبيبدا المزارع انه يخفف الميه عنه قبل حصاد المحصول باسابيع قليله جدا، وطول الموسم الرز طبعا من الحاجات اللي بتستهلك ميه كتيره جدا. يا من ازاي نحافظ على ترشيد استهلاك الميه خلال زراعه محصول الرز؟ هل المزارع له دور فعلا انه يحافظ على الميه خلال عمليه الزراعه؟ ده اللي هنعرفه من خلال ضيفنا اللي موجود معانا على التليفون، الدكتور حمدي موافي رئيس المشروع القومي لتطوير الرز الهجين والسوبر. صباح الخير عليك يا دكتور، اهلا وسهلا بك. اهلا، صباح النور يا فندم. صباح النور يا دكتور. المزارع المفروض يعمل ايه عشان يحافظ على ترشيد الميه خلال زراعه الرز؟ في طرق بقت مستحدثه يقدر يتبعها، ولا احنا بنعتمد على خبراتهم وطريقتهم في ترشيد الميه؟ هو اساتك بس في تعقيب بس صغير، ان زمان كان نقدر نقول ان الرز كان شره للميه. شره للميه لعده اسباب، ان الاصناف القديمه كانت مده مكوسها في الارض بتمكس مده طويله في الارض بتصل الى 160 يوم، وكانت تركيبها الوراثي كان ضعيف للتحمل للملوحه ونقص الميه. اما من الثمانينات لحد دلوقتي مصر حصل فيها ثوره هائله جدا، وفي ظل التقدم الزراعي الملموس في مصر حاليا واللي بيشغل يعني حيز كبير جدا من اهتمامات وزاره الزراعه ومن جهودنا كباحثين في وزاره الزراعه، امكن تغيير التركيب النباتي للرز بحيث ان هو يقدر يتحمل نقص الميه، ويقدر كمان نقدر نستخدم ترشيد الميه فيه، لان ده اللي لازم يفهمه المزارع، لازم يفهموا المزارع، لان فعلا احنا محتاجين كل قطره ميه. مستوى الاصناف اللي طالع دلوقتي يعني اجود الاصناف المصريه في قدرتها على استغلال وحده يعني مراكز البحوث يا دكتور اشتغلت على التكوين الجيني بتاع الحبوب التقاوي نفسها، لان احنا طول عمرنا كنا بنسمع ان المزارع السمكيه بتبقى موجوده في الاماكن اللي بيتم فيها زراعه الرز علشان نقدر نستفيد من المياه الكتير اللي موجوده. زمان كان الرز بيستخدم لاستصلاح الاراضي، زمان كان بيتم ري الرز بشراهه، دلوقتي لا، كان زمان عندنا المعدل بتاع كميه الميه مناسب للافراد مناسب للنباتات، لكن دلوقتي لا، احنا محتاجين كل قطره ميه. اللي حصل تطوير لنبات الرز في مصر بحيث ان طلع مجموعه من الاصناف تتلائم مع كل طرق الزراعه، سواء طرق زراعه حديثه او طرق زراعه تقليديه، ونقدر كمان نستخدم اقل كميه ميه. بعد ما كنا بنستهلك من 7000 ل 8000 متر مكعب ميه، طلعت بعدها الاصناف التقليديه الحديثه اللي بتستهلك 5000 ل 6000 متر مكعب ميه، وقدرنا نوفر ثلث كميه الميه. النهارده حصل تطور جديد بحاجه اسمها نيو بلانت تايب، او اصناف الرز الحديثه، الاصناف غير التقليديه زي الرز الهجين والرز السوبر، الموجه العالميه المعروفه اعلاميا الرز العملاق، الرز العملاق ده اللي امكن تسجيل منه مجموعه من الاصناف في مصر بالاضافه للاصناف التقليديه، بيوصل استهلاكه 4200 لحد 4500 متر مكعب ميه، يعني احنا احسن دوله او اعلى دوله في العالم في استخدام وعندها اصناف ذات كفاءه عاليه في استخدام الميه. جميل يعني جدا. الاصناف دي يا دكتور حمدي عشان نكون فاهمين، المكعب المتر المربع ممكن 100 كيلو جرام رز. طيب عشان نكون فاهمين اكتر يا دكتور حمدي، الاصناف دي هل يجوز زراعتها في كل انحاء المحافظات المختلف انحاء الجمهوريه يعني اقصد، ولا بتبقى على حسب الاماكن؟ بص سيادتك، احنا عندنا حزام اسمه حزام الرز. حزام الرز في مصر ده
يعني من أصعب الأحزمة الموجودة، لأنه موجود في شمال دلتا مصر، مجموعة محافظات الشمال دي اللي هي سواء في نهايات الترع أو متأثرة بالملوحة، والواقع تحت قرار الري أن ممنوع زراعة رز في خارج نطاق المحافظات التسعة المحددة زي كفر الشيخ والدقهلية والبحيرة والغربية والشرقية، كلها أماكن محددة فلها أصناف. الأصناف اللي طالعة ديت إيه؟ إحنا عندنا الحمد لله مجموعة كويسة جدا من الأصناف، زي عندنا الأصناف التقليدية طالع منها أصناف زي جيزة 177 ده بيقعد 125 يوم في الأرض، منهم 30 يوم في المشتل. عندنا جيزة 178 وجيزة 179 وجيزة 183 أصناف مبكرة ومتحملة لندرة مياه الري. كل جميل. المحافظات اللي هي بتاعت شمال الدلتا ممكن تزرعها. كل الأصناف التقليدية دي بتاخد 5400 متر مكعب مية لحد 6000 متر مكعب مية. لكن الأصناف الغير تقليدية اللي طلعناها زي سخة سوبر 300 و301 و302 و303 بتاخد 4300 لحد 4500 متر مكعب ميه. المشكله ان كيف يستثمر المزارع هذه الاصناف وفق احتياجاتها المائيه الفعليه. يعني معنى كده ان ما عادش في الطريقه التقليديه، طريقه الغمر وطريقه صحيح التقليدية. وده مهم جدا يا فندم، لانه بيعود في النهايه على الانتاجيه كمان بالنسبه لمحصول رز، وفي نفس الوقت انا بستفيد من كل قطره مياه. كل الشكر لحضرتك دكتور حمدي موافي، رئيس المشروع القومي لتطوير الرز الهجين والسوبر. مشاهدينا هنسيب حضراتكم مع موجز لاهم الانباء مع دينا. اتفضل يا دينا. شكرا لك. من 8 صباحا بتوقيت القاهرة، 5 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي فخره بما تحقق في ريادة الأعمال ودعم الدولة للبنية التحتية التكنولوجية ودعم الشركات الناشئة وأفكارها المبتكرة. وخلال حضوره قمة رايز أب للشركات الناشئة في المتحف المصري الكبير، أوضح مدبولي أن الدولة أخذت على عاتقها دعم الشركات الناشئة وريادة الأعمال ودعم الاستثمارات الموجهة للأعمال الناشئة. كما شدد رئيس مجلس الوزراء على أن الدولة تعمل على بناء شراكات مع المؤسسات الدولية لتعزيز الابتكار والتنمية المستدامة، مضيفا أنه تم إنشاء صندوق لرعاية المبتكرين بهدف دعم وتمويل ورعاية الباحثين والمبتكرين في مجال التكنولوجيا. استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي وأصيب آخرون في سلسلة غارات وقصف مدفعي كثيف طال مخيمات النصيرات والبريج وجبلية وبيت لهيا ومدينتي رفح الفلسطينية وغزة. وأغارت طائرات الاحتلال على المخيم البريج وسط القطاع وعلى وسط وشرق وشمال مدينة رفح الفلسطينية. وفي وقت سابق شنت طائرات الاحتلال سلسلة غارات على مناطق متفرقة شمال قطاع غزة، هذا ويواصل الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة. ووصلت حصيلة الضحايا من 7 أكتوبر الماضي إلى 35386 شهيدا، أغلبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة 79366 آخرين. أكد المفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطيني أونروا فيليب رازراني أن 800 ألف شخص أجبروا على الفرار من رفح الفلسطينية في أقصى جنوب قطاع غزة منذ بدء العمليات العسكرية الإسرائيلية في المدينة هذا الشهر. وأكد المسؤول الأممي أن الفلسطينيين يفرون إلى مناطق تفتقر إلى إمدادات المياه والصرف الصحي، مضيفا أن بلدة المواصي الساحلية التي تبلغ مساحتها 14 كيلو مترا مربعا وكذلك مدينة دير البلح بوسط القطاع مكتظتان بالنازحين. In Gaza, where both our staff but also our premises as well as our operation. فشل مجلس النواب العراقي في انتخاب رئيس للبرلمان مع عدم حصول أي من المرشحين على الأغلبية خلال جلسة متوترة.
وتعد هذه المحاولة هي الأحدث في سلسلة من المحاولات الفاشلة لتعويض رئيس البرلمان السابق الذي أقيل في نوفمبر الماضي، ويعتبر التصويت الأخير هو الأقرب حتى الآن لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب المؤلف من 329 عضوا مع حضور 311 نائبا الجلسة، وافتقر المرشح الرئيسي لسبعة أصوات فقط للفوز بالمنصب. أعرب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي عن قلقه من أن يكون الهجوم البري الذي بدأته روسيا في العاشر من مايو في منطقة خاركيف مجرد تمهيد لهجوم أوسع نطاقا في الشمال والشرق. وقال زيلينسكي إن القوات الروسية توغلت ما بين 5 إلى 10 كيلومترات على طول الحدود الشمالية الشرقية قبل أن توقفها القوات الأوكرانية. ورياضيا، تعادل الأهلي أمام مضيف الترجي التونسي بدون أهداف في المباراة التي جمعتهم على ملعب رادس في العاصمة التونسية في ذهاب نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا. ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع الترجي مجددا السبت المقبل على استاد القاهرة الدولي في مباراة الإياب لحسم هوية بطل دوري الأبطال. ويحتاج الأهلي لتحقيق الفوز بأية نتيجة في مباراة الإياب بالقاهرة لضمان التتويج باللقب القاري 12 في تاريخه، فيما يحتاج الترجي للفوز أيضا بأية نتيجة أو التعادل الإيجابي لحصد اللقب الإفريقي 5 في تاريخه. ختام موجز 8 فاصل ونعود لحضراتكم استكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم. فترة الامتحانات دي بتبقى يعني فيها توتر خصوصا لطلاب الشهادات، بتبقى واحدة من الفترات الصعبة اللي بتعدي عليهم. طول الوقت بيبقوا عندهم توتر، إرهاق، قلق، بيبقوا عايزين يلموا كده كل كلمة في المناهج، مش عايزين يسيبوا أي حاجة في المناهج تعدي من عليهم، لأنهم بيبقوا عايزين في الشهادات بالذات أنهم يحصلوا على مجاميع كويسة بالذات في السنة النهائية بتاعت كل مرحلة دراسية بيعدوا عليها. طبعا يا منى، لكن الاستعدادات وحالة القلق والتوتر بتختلف بحسب شخصية الطالب نفسه. أيوة. في حد بيبقى بيذاكر طول السنة، في طالب تاني بيجي يقولك ايه، انا الشهر او الاسبوعين اللي قبل الامتحان انا هركز وهلم المنهج في الاسبوعين. في ناس بتضغط وتوصل للاسبوعين دول وما تعرفش تلم المنهج، فبيجي له حاله من التوتر في الاسبوعين دول، وبالتالي حتى لو قدر ان هو يحصل شويه من المعلومات الدراسيه بيدخل الامتحان من القلق والتوتر ما بيعرفش يحل. ازاي الطلاب يستعدوا لامتحانات نهايه العام الدراسي؟ ده اللي هنعرفه دلوقتي من خلال فقرتنا من ضيفنا اللي منورنا الدكتور عاصم حجازي، استاذ علم النفس التربوي بجامعه القاهره. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير يا استاذ محمد، صباح الخير يا دكتوره منى وكل الساده المشاهدين. يا اهلا بيك يا فندم. ازاي الطلبه تستعد لهذه الفتره؟ طيب، الاول حضراتكم اتكلمتوا عن موضوع القلق، عايزين نقول ان القلق ده حاجه طبيعيه بس في اطارها المعقول. يعني لو الطالب هيقلق في الاطار المعتدل المعقول ده كويس جدا ومطلوب علشان يقدر ينجز في الامتحانات ويقدر يحصل ويقدر يتفوق. لكن هي المشكله لو قل القلق عن المعدل الطبيعي او لو زاد عن المعدل الطبيعي. لو قل طبعا الطالب ما بيبقاش عنده حماس ولا دافعيه ان هو يذاكر ولا يجتهد ولا اي حاجه خالص، يعني بيهمل المذاكره، وزي ما حضرتك قلت كده ممكن ياجل بقى ما يذاكرش الا ايام الامتحانات او قبل الامتحانات بفتره بسيطه. ولو زاد القلق عن الحد المعتدل بيخلي الطالب مش قادر يركز، ممكن يقعد على الكتاب 24 ساعه لكن ما يطلعش منه باي معلومه لانه مش قادر يركز في المحتوى اللي هو بيذاكره. فاحنا عايزين الاسره والطالب يحافظوا على قدر معتدل من القلق، بحيث ان القدر المعتدل ده يخلي الطالب متحفز دائما ويقدر ان هو يبدا يذاكر. اللي احنا بنسميها بقى بمصطلح تاني، عايزين الطالب يبقى عنده ثبات انفعالي، يبقى الآن قلق بسيط كده اللي هو يخليه يشتغل ويذاكر، لكن ما يبقاش اوفر في القلق وفي التوتر، ويبقى يسيطر على هدوءه وعلى تركيزه. يعني دلوقتي احنا خلاص في العد التنازلي للامتحانات الثانويه العامه، ودلوقتي شغال امتحانات المرحله الاعداديه، فخلاص احنا دلوقتي في مرحله بقى ان احنا لازم نتخذ قرارات هتبقى صعبة شوية. ما بقاش ينفع دلوقتي ان الطالب يقول انا هذاكر في اليوم اربع ساعات او ست ساعات او سبع ساعات او حتى ثمان ساعات. تحديد الفترة المذاكرة بساعات ما عادش ينفع دلوقتي. انما دلوقتي لازم موضوعات. انا بقسم الفترة اللي باقية دي على الموضوعات اللي جدول عندي، جدول المذاكرة زي ما بنعمل والكتب اللي انا هذاكرها.
يبقى انا النهارده مطلوب مني ان انا اخلص مثلا وليكن كتاب، لان احنا دلوقتي بنتكلم في مراجعه مش مذاكره، فاقدر اخلص كتاب عادي في اليوم. لو انا هخلص كتاب مثلا او نص كتاب مثلا فصلين ثلاثه مثلا، يبقى لازم يخلصوا. خدوا مثلا 8 ساعات 10 ساعات زي ما ياخدوا بقى، بس لازم يخلصوا. المخ قادر على ان هو يعمل كده، مخنا قادر ان هو يعمل كده، مش حاجه صعبه عليه ولا حاجه، خاصه ان احنا دلوقتي بنتكلم في مراجعه، يعني انت ذاكرت الحاجه دي قبل كده. بس اهم حاجه واحنا بنذاكر اللي احنا هنذاكره ده، ما يبقاش الوقت كله على بعضه. انا دايما بقول لابنائنا الطلاب ابتعد عن الكتل الكبيره في حاجتين، في الاكل وفي الوقت. يعني لما اجي اكل مثلا ما اكلش 3 مرات في اليوم زي بقيه الناس دلوقتي. يعني لا، انت دلوقتي طالب ومحتاج ذهنك علشان تذاكر، فانت توزع الوجبات بتاعتك او الاكل بتاعك في اليوم على 6 مرات، وكل مره ما تاكلش كميات كبيره، تاكل كميات صغيره. ليه؟ علشان المعده ما تاخدش كميه كبيره من الدم، ويفضل دايما المخ واصل له دم علشان يقدر يشتغل معاك كويس. يبقى بعدنا كده عن الكتل الكبيره في الوقت، ما اكلش كميات كبيره وما اشبعش قوي وما جوعش قوي. الكتل الكبيره برضو في الوقت، ما ينفعش اخد 5 ساعات على بعض كده مذاكره او 3 ساعات على بعض مذاكره، ما ينفعش. انا هحصل، لكن تحصيلي ده اللي انا ذاكرته في 3 ساعات متصله، لو انا قسمت ال3 ساعات دول او فصلت ال3 ساعات دول، لا هيبقى التاثير مضاعف وهيبقى التركيز مضاعف. فانا ممكن اذاكر 50 دقيقة وافصل ب10 دقائق، اعمل بيهم اي، اعمل في ال10 دقائق دول اي نشاط تاني، ولازم يكون نشاط تاني. يعني في برضه بعض الطلاب بياخدوا مننا النصيحه بس مش بيطبقوها كويس، فيروح قاعد على المكتب يذاكر 50 دقيقة وبعدين يقعد كده 10 دقائق ساكت، يعني ما بيذاكرش بس بيفكر في اللي ذاكره. احنا كده ما عملناش حاجه. لا، انت لازم تفصل تماما عن المذاكره، تشغل ذهنك ده بحاجه تانيه خالص. بإيه؟ بلعب مثلاً؟ ممكن يلعب رياضة، ممكن يلعب بعض التمرينات الرياضية الخفيفة، هيستفيد منها في أنها هتنشط برضو الدورة الدموية. لا أقصد مثلاً ممكن يمسك الموبايل مثلاً شوية، سوشيال ميديا، يلعب شوف جيمز. حضرتك السوشيال ميديا دي هو لو منعناه عنها بشكل كامل هتعمل له تشتت، وهيبقى دايماً مشغول بيها هو بيذاكر. فما فيش مانع برضو في الفترات الراحة دي ان هو ممكن يتصفح السوشيال ميديا، بس ما يكترش من الموضوع ده قوي، لان هي اصلا بترهق الجسم والعين والذهن يعني. فحاجه بسيطه، لكن اهم حاجه بنركز عليها في فترات الراحه انه يعمل نشاط تاني، ان هو يعمل تمرينات رياضيه، يتكلم مع الاسره في موضوعات اخرى مختلفه خالص عن المذاكره، ما يفكرش اطلاقا في اللي ذاكره. فائده الفصل ده ايه بقى؟ احنا بنتخيل ان الذهن كده فصل عن الماده، لا هو ما فصلش بالظبط كده. اللي بيحصل انه بيعيد ترتيب وتنظيم المعلومات اللي دخلت له في ال50 دقيقة اللي انت كنت شغال فيهم دول، بيبدا الذهن يعيد تنظيمهم وترتيبهم والاحتفاظ بيهم في الذاكره طويله المدى، وهكذا يعني الدماغ شغال. فلما بتيجي ترجع تاني بتكون المعلومات دي خلاص ثبتت، بقت ثابته، تبدا تذاكر اللي بعد كده، فبتدخل للمخ كميات بسيطه من المعلومات في كل مره، بيقدر ينظمها وبيقدر يتعامل معاها كويس جدا ويخزنها، فبتستفيد بكل هذه المعلومات، بتحتفظ بها كلها، مش بتفقد منها حاجه. لكن لو قعدت ال3 ساعات على بعض بتدخل كميه كبيره، بيقع منها حاجات كتيره جدا، بتلاقي نفسك ذاكرت كتير لكن ما حصلتش الا حاجات بسيطه جدا. فدي اساسيات لازم يبقى الطالب عارفها وهو بيذاكر. طبعا احنا بنتكلم برضو على حاجات زي اختيار مكان مناسب للمذاكرة. بعض ابنائنا الطلاب بياخد الكتاب معاه في اوضة النوم بتاعته ويذاكر، غلط كبير جدا. لازم يكون المكان مهيئ ان ده مكان للمذاكرة، عشان بيهيئ الذهن لاستقبال المعلومة مش للنوم. في ارتباط شرط بيحصل بين المخ طبعا وبين النوم، لما بتبقى انت بتذاكر في المكان اللي انت بتنام فيه، فهو متعود ان ده المكان اللي انت بتنام فيه، فانت بتكسب مخك او عقلك عادات جديده، فبتذاكر في مكان مخصص للمذاكره، بيتميز طبعا بالهدوء علشان تتحكم الى اقصى حد ممكن في المشتتات الخارجيه اللي ممكن تحصل. حد مشغل التلفزيون مثلا بصوت عالي، الاسره بيتكلموا مع بعض، فتبقى انت بعيد عن كل الكلام ده، بحيث انت تتحكم في المشتتات الخارجيه، وبتتحكم برضو في المشتتات الداخليه، ما بتفكرش في حاجة غير متعلقة بالمادة.
لازم تكون الغرفة دي برضو جيدة التهوية وجيدة الإضاءة علشان ما يحصلش فيه إرهاق للذهن وإن هو يبقى مطالب بمجهود زيادة يبذله علشان يستوعب المادة. كل ما تبسط أنت الأمور للمخ وتسهل له عملية دخول المعلومة وتنشط الدورة الدموية أثناء تلقي المعلومة، ده بيدي لك كفاءة أكتر في عملية المذاكرة. بس ده يا دكتور في حالة أنه إحنا بنتكلم هنا على الطالب الكلاسيكي أو بنتكلم عن طريقة مذاكرتي ومذاكرة شاذلي ومذاكرة حضرتك، لكن أعتقد أن في أجيال لها طريقة مختلفة في المذاكرة، يعني الكتاب ما هواش المصدر الرئيسي لشغلهم، الشغل كله دلوقتي من التابلتس سواء في الشهادات أو من خلال أنهم بيتعرضوا للمنصات. المنصات دي بتبقى على الأجهزة سواء بقى التابلتس أو على الكمبيوتر أو حتى على التليفون، فالتليفون هو عليه السوشيال ميديا بتاعتك، وانت قاعد بتشوف الفيديو التعليمي أو الفيديو بتاع المراجعة اللي حضرتك بتجاوب فيها من على الأسئلة هتجيلك مسج على الواتساب، هتفصل في انك تشوف فيديو على انستجرام، هيحصل أي نوع من أنواع التواصل. والقدرة على ان واحد يفضل يقعد على مكتب او على اي حاجة لمدة ساعات، اعتقد انه ده نمط مش منتشر قوي بين الولاد، خصوصا انه يعني واحد من الامراض اللي موجودة دلوقتي الـ ADHD او مرض فرط الحركة، محدش بيقدر، بالاضافة بقى طبعا التشتت الانتباه وغيرها وغيرها، محدش بيقدر يستوعب انه باصص على حاجة لفترة طويلة. طيب هو كلام حضرتك ده جميل جدا، ولفت نظرنا ونظر السادة المشاهدين لنقطة مهمة جدا. احنا يمكن دلوقتي اشرنا انه ما يقعدش 5 ساعات متصلة او 6 ساعات متصلة وهو بيذاكر، لازم يفصل بعد كل 50 دقيقة علشان يعالج نقطة ان هو لازم يتحرك دي. طب. موضوع بقى ان هو لازم دلوقتي بيذاكر من على المنصات، ده مهم جدا جدا. محدش قال له اطلاقا ان هو يذاكر من الكتاب بس، ده بالعكس، ده انت لازم وانت بتذاكر لازم تذاكر، تشوف حاجات، تشوف فيديو، لازم تشوف تستمع لحاجات، لازم تعمل يعني تمثيل حركي لو تقدر للموضوع اللي انت بتذاكره. كل ما تشغل هذه المناطق المختلفة انت بتشغل كل حاجة من دي مرتبطة بمنطقة في الدماغ. فتخيل حضرتك انت عندك حاجة وحافظها في مكان واحد، ولا تكون حافظ نفس الحاجة دي في أكتر من مكان، بتحفز المستقبلات كلها بالزبط. إنها تستقبل كل نمط من المستقبلات الحسية له مكان في الدماغ وله مكان في الذاكرة، يعني في ذاكرة بصرية وفي ذاكرة سمعية إلى آخره. فطبعا أنت لما تحط الحاجة دي أو اللي أنت ذاكرتها دي في أكتر من مكان في الدماغ، ده كويس جدا بالنسبة لك لما تدخل اللجنة. لو ما قدرتش توصل للمكان ألف هتقدر تجيبها من المكان باء، هتقدر تجيبها من المكان جيم، وده معناه ان انا لازم وانا بذاكر اوظف اكبر قدر ممكن من الحواس، لان كل حاسة مرتبطة بمكان في الدماغ. فلو انا عجزت عن ان انا اتذكر المعلومة من الذاكرة البصرية هتذكرها من الذاكرة السمعية وهكذا، يعني هلاقيها في اماكن اخرى واقدر ان انا استدعيها جوه اللجنة. فدي يعني بسميها كده اقتصاديات المذاكرة، ان انت ازاي تذاكر بطريقة اقتصادية وتستغل كل حاجة وانت بتذاكر بطريقة كويسة علشان لما تدخل اللجنة تبقى مرتاح وعارف ان انت هتجيب المعلومة سواء من الذاكرة السمعية او البصرية الى اخره. فتوظيف الحواس المتعددة في عملية المذاكرة ده شيء مهم جدا، بالاضافة لكده انه كمان هو مضطر او مش مضطر بقى، هو يفضل للطالب انه هو يدخل يحل النماذج الاسترشادية اللي موجودة على المنصات اللي اتاحتها وزارة التربية والتعليم. بالطبع ممكن يقابله مثلا بعض الأسئلة الصعبة فيرجع للشرح تاني، موجود كل حاجة مجانية على المنصات اللي اتاحتها وزارة التربية والتعليم. فدلوقتي في مرحلة المراجعة انت هتبدأ بحل النماذج الاسترشادية، وده مهم جدا لان دي نفس نمط الأسئلة اللي هتجيلك في الامتحان. نقطة صعبة قابلتك في الأسئلة هترجع تاني للشرح بتاعها وتشوف الشرح بأكتر من طريقة وأكتر من شكل موجود على الإنترنت، وبعدين لازم برضو تقرأ من الكتاب وتمسك الكتاب بتاعك ده وتلخص الموضوعات اللي فيه، وأحيانا هتلاقي فقرات كده طويلة فيها معلومات لكن مش مترقمة، يعني فقرة على بعضها. فأنت برضو عشان تسهل على نفسك عملية المذاكرة ابدأ بترقيم الأفكار، يعني عندك في الفقرة دي 5 أفكار أو 10 أفكار رقمهم،
بأرقام علشان ولو تقدر تلخصهم في ورق خارجي كده بالترتيب وتعملهم على شكل بخط ايدك عناصر يبقى كويس جدا. تمام. وتستخدم الألوان وتستخدم الكلمات المفتاحية. لو أنا عندي عناصر أجمع العناصر اللي بتبدأ بحرف الفاء مثلا ورا بعضها إذا لم يكن الترتيب مطلوب يعني مفهوم، واللي بتبدأ بحرف التاء ورا بعضها وهكذا، حاجات تخليني أستدعي المعلومة بسهولة في الامتحان. بالظبط. طيب يا فندم دكتور، احنا بنسمع مش متأكدين من هذه المعلومة، حضرتك هتوضحها لنا طبعا. البعض بيقول وحضرتك خدت نفس الجانب ده، ان احنا يكون في وقت بعد المذاكره او نفصل شويه عن المذاكره بحاجه من الترفيه ايا كان مدتها يعني، لكن لازم نفصل. في بعض الناس تقول لك ايه، ممكن ينزل النادي، ممكن يقعد مع اصحابه، ممكن يمسك الموبايل يتفرج على فيديوهات. وناس تانية بتقول ان المخ عباره عن كارت ميموري زي اللي موجود في التليفون، لو انا مالي كارت الميموري ده بالصور مثلا مش هعرف احط فيديوهات. فهل الموضوع ده صحيح، ان انا مثلا لو انا دماغي راحت مع الجيمز وقعدت فصلت كتير مع الجيمز ده بياخد جزء من ذاكره المخ فعلا؟ هي مش قصه انه بياخد جزء من الذاكره، الذاكره طبعا بتستوعب حاجات كتيره جدا، بس هي بتعمل اجهاد للذهن. السوشيال ميديا او متابعه الانترنت بتعمل اجهاد للذهن. انا دايما بنقول لابنائنا الطلاب، انت دلوقتي في مرحله حرجه، بنقول لك مارس رياضه وبنقول لك افصل واعمل ترفيه ورفه عن نفسك، كل هذه الامور بنطالبك بيها، لكن وحط تحت لكن دي 100 خط. الرياضه اللي تمارسها ما تكونش رياضه مجهده، ما اروحش العب رياضه عنيفه اجي انام بعدها يومين ما اقدرش اذاكر. وكمان ما اروحش بقى في الفتره بتاعه الراحه العب شطرنج مثلا، استهلك قدرات ذهني. يبقى النشاط الذهني اللي هقوم بيه في فترات الراحه والنشاط البدني لازم يكون خفيف وبيعتمد بشكل أكبر على الترفيه، مش على إنه هو مهمة ولازم أعملها وهتتطلب مني جهد سواء بدني أو ذهني. لا، تبقى حاجة بسيطة خفيفة غالب عليها الترفيه وليس مهمة بأديها. مفهوم. أكيد دكتور، يعني احنا سعدنا بالكلام اللي حضرتك بتقوله، ووضحت لنا الكلام اللي حضرتك بتقوله، لانه هي مدارس والبيوت كمان والاسر لهم طرق مختلفه. في ناس بتتعامل مع الامتحانات على انها فتره طوارئ والبيت لازم يبقى كله مكهرب والناس بتركز، وفي ناس تانية بتتعامل على انه يوم من ذات الايام احنا شغالين بنفس السيستم ومكملين بنفس الطريقه وبنحصد واللي حصل عملناه صح، واللي حصل او اللي ذاكر ذاكر زي ما بنسمع دايما يعني، بس من غير الاحواط يعني تمشي يعني. دكتور عاصم حجازي، استاذ علم النفس التربوي بجامعه القاهره، نورتنا وشرفتنا وسعدنا بوجودك معانا. اهلا وسهلا. شكرا ليك يا فندم. مشاهدينا نروح لفاصل سريع ونرجع من بعده نكمل باقي فقراتنا. بنصبح على حضراتكم مرة تانية. دلوقتي جه معنا مع جولتنا الرياضية محليا وعالميا. فريق الأهلي اتعادل سلبيا مع ترجي تونسي في المباراة اللي جمعتهم باستاد حمادي العقربي في رادس، وده بذهاب نهائي دوري أبطال إفريقيا. هتقام مباراة العودة السبت المقبل باستاد القاهرة. نوران جوهر المصنفة الثانية عالميا لسيدات الإسكواش توجت ببطولة العالم الإسكواش التي أقيمت في متحف الحضارة بمصر في الفترة من 9 إلى 18 مايو، وفازت نوران جوهر على نور الشربيني المصنفة الأولى عالميا بنتيجة 3-1. منتخب مصر للساق الواحدة اتعادل مع نيجيريا سلبيا في افتتاح بطولة أمم أفريقيا للساق الواحدة في اللقاء اللي أقيم امبارح على استاد السلام. فريق باير ليفركوزن بقيادة مدربه الإسباني تشابي ألونسو أصبح أول فريق في تاريخ الدوري الألماني يحقق موسم اللا هزيمة، وده بعد فوزه امبارح على فريق أوكسبورغ 2-1 لينهي الموسم دون أي خسارة. فريق أينتراخت فرانكفورت المحترف ضمن صفوف النجم المصري عمر مرموش اتعادل مع فريق لايبزيج بنتيجة 2-2 في مباراة أقيمت ضمن منافسات الجولة 34 من عمر مسابقة الدوري الألماني، وبيحتل فريق فرانكفورت المركز السادس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 47 نقطة، بينما يتواجد لايبزيج في المركز الرابع برصيد 65 نقطة.
فريق بروسيا دورتموند الألماني حقق فوز كبير على فريق دارمشتات بالنتيجة 4-0 ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني، وبيحتل بروسيا دورتموند المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري الألماني برصيد 63 نقطة، فيما يأتي دارمشتات الترتيب برصيد 17 نقطة ليهبط إلى دوري الدرجة الثانية. فريق بايرن ميونخ خسر أمام هوفنهايم بنتيجة 4-2 في المواجهة اللي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة 34 والأخيرة من مسابقة الدوري الألماني، وأنهى بايرن ميونخ مسابقة الدوري الألماني محتلاً المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 72 نقطة، فيما يأتي هوفنهايم في المركز السابع برصيد 46 نقطة. وبكده خلصت جولتنا الرياضية، هرجع مرة تانية لمنا وشازي عشان نكمل معاكم فقرات صباح الخير يا مصر. بنشكرك يا دينا طبعا، ومفيش شك انه جماهير النادي الاهلي زعلانه امبارح من التعادل مع فريق الترجي التونسي، تعادل سلبي في ذهاب نهائي دوري ابطال افريقيا. كمان النهارده عندنا مباراه مهمه جدا، الزمالك هيقابل نهضه بركان المغربي في اياب نهائي كاس الكونفدراليه الافريقيه بعد ما انتهت مباراه الذهاب بنتيجه 2-1. مباراه قويه، هنتكلم عن التفاصيل سواء مباراه امبارح او مباراه النهارده. هنتكلم مع عايز الكلاوي الناقد الرياضي. صباح الفل عليك يا عايز. صباح الفل عليك وصباح الخير يا مصر. صباح الخير عليك. امبارح ايه اللي حصل؟ الاهلي كان بيلعب كويس جدا، الترجي ما كانش في احسن الحالات، ولكن النتيجه مش كانت زي ما الناس متخيله. الناس كانت عايزه تبقى مامنه وراجعه بتلعب هنا على ارضها مستريحه، مش ده اللي حصل امبارح. هو طبيعي بعد التعادل السلبي بره الارض، فاحنا بنقول ان هي أسوأ نتيجه ايجابيه ممكن تحصل ان انت ترجع متعادل بدون اهداف، لان ببساطه شديده هدف هيكلفك أزمة كبيرة بأن أنت لازم تسجل هدفين عشان تحقق الفوز. ولكن لازم نقسم الموضوع شقين، شق جماهيري والناس مش راضية عن الأداء، وشق فني وهو الأهلي أدار المباراة أو كولر أدار المباراة بشكل مميز جدا. فببساطة جديدة الأهلي متعود أنه بيكسب في تونس في رادس تحديدا. آخر زيارتين الأهلي حقق الفوز كفاية، يكفي أن الموسم اللي فات في السيمي فاينل الأهلي كسب 3-0 الترجي في تونس، فطبيعي أن الجماهير كانت عشمانة في أكتر من كده بكتير. ولكن فنيا أنت بتتعرض لصدمة كبيرة جدا أول 5 دقائق في المباراة، وهي إصابة علي معلول. كولر كانت طريقة لعبه ببساطة جديدة هي واضحة، أن أنا هأمن دفاعاتي بشكل كبير، ما استقبلش ولا هدف، أنا بوصل أن البطولة الموسم الحالي 13 مباراة ما دخلش فيها غير هدف واحد، حققت رقم جديد، وأن أنا كسرت رقم الترجي وأنا بلعب الترجي في تونس بأن أنا 21 مباراة بدون هزيمة، فكل دي أرقام مميزة جدا قدر كولر يعملها. فأن أنا أأمن دفاعاتي وأبدأ أعتمد على الهجمة المرتدة في وجود الثنائية العبقرية اللي بقالها فترة متألقة، هي علي معلول وإمام عاشور. ولكن فجأة تعرض علي معلول للإصابة، يعني وربنا يستر إن شاء الله، هو البعثة رجعت وراح المستشفى. طمنا عليه. طيب هو والله في شكوك إلى الآن إن الموضوع ممكن يبقى قطع في وتر أكيلس، فربنا يستر الموضوع شكله هيبقى. وكان في التحام قوي امبارح. والله بص، هي ما تعدتش بصورة قريبة. أنا عدت الكرة أكتر من مرة عايز أشوف إيه اللي حصل. هو كان في التحام خفيف كده، ومعلول داس دوسة التانية راح وقع على الأرض. فيعني ربنا يستر. كلنا تخيلنا إن هو ممكن يكون إجهاد مثلا. لا يعني هو لا بالعكس، لان علي معلول ببساطه كان مريح اكتر من مباراه، هو يدوب بس شارك اخر مباراه في الدوري، كان تجهيز لي لمباراه نهضه بركان اسف الترجي. فالاصابه لو فعلا تاكدت يبقى كده نهايه موسم علي معلول مع الاهلي، وربنا يستر ان شاء الله. ده لأن ان شاء الله تطلع بسيطه باذن الله. ان شاء الله، لان هو مهم جدا وعنصر اساسي جدا بالنسبه للنادي الاهلي. طبعا ما حدش يقدر ينكر مجهود كبير لعلي معلول طبعا مع النادي الاهلي. طيب بتقول انه كولر ادار المباراه بحكمه شديده وعمل اللي عليه، يعني هل شايف ان دي النتيجه المرضيه؟ هل هو كان بيسعى في النهايه انه يخرج بهذا الشكل؟ هو زي ما قلت لك، هو طبعا اهم حاجه عندي ما استقبلش هدف بره ارضي، وده شيء منطقي، لو انا قدرت اسجل تمام، لكن زي ما قلت لك يعني بتعرض معلول للاصابه ادى الى هبوط الاداء الهجومي للنادي الاهلي في المباراه بشكل كبير وملفت. ولكن انت حافظت على الشكل، امتصيت حماس لعيبه الترجي. خلينا برضو لازم نحط خط تحت ان الترجي بيلعب في ارض وسط جمهوره، ومع ذلك هو ما كانش افضل نسخه للترجي. يعني كل امبارح اجمع ان ما كانش في فرص كتير باستثناء الهجمه اللي كانت بعد اصابه علي معلول على طول، لانه خرج ما كانش في حد بيغطي مكانه غير حسين الشحات. كولر ما تدخلش سريعا ولكن تدارك الخطا بعد كده، كانت مجازفه كبيره جدا بمشاركه كريم فؤاد بديل، ولكن
أدى نوعا ما اللي مطلوب منه إن أنا ما يخشش فيها جون. خليني أشيد بدور وسام، مهاجم كبير جدا يا جماعة، مهاجم كبير كبير كبير. الأهلي كان مفتقد، كان عايز رضا سليم معاه. ده حقيقي، ده حقيقي. طب وانت بتتكلم عن الثنائيه بتاعت امام عاشور وعلي معلول، ما دي ثنائيه ثانيه برضو، دي ثنائيه مهمه جدا. ولكن انت برضو محتاج الخبرات، وجود الشحات وبيرستاو في المباراه امبارح ده خبرات هتثقل الاهلي في المباراه. الناس دي يعني لخمس سنة على التوالي هو بتروح النهائي، فكان وجودهم مهم جدا في المباراة. ما كانوش في أفضل أحوالهم، كان ليهم أدوار دفاعية أكبر بكتير كولر كان مكلفهم بيها من إن هم يهاجموا. بشكل عام نتيجة مرضية، إيجابيات كتير الأهلي قدر يعددها. بقى دلوقتي في تشابه بين الأهلي والزمالك، أنا محتاج هدف، كل فرقة محتاجة هدف عشان يتوج بالبطولة. ولكن مع الوضع في الاعتبار ان انا لو استقبلت هدف الدنيا هتعقرب شوية. ولكن ترجي طريقة لعبه الامثل اللي هو بيدافع بكل فرقته وبيعتمد على الهجمات المرتدة. فلازم الاهلي وهو بيلعب هنا ما يندفعش هجوميا بشكل كبير، ويأمن خطوطه، خصوصا ان مهاجم البرازيلي رودريجو مهاجم الترجي مهاجم قوي جدا. صحيح، كسب كل الالتحامات الهوائية تقريبا امبارح، رغم ان ما كانش فيه خطوره وضيع اخطر فرصه في السكس يارد. ولكن بشكل عام نتيجه مرضيه وفي تفاؤل كبير بالنسبه للاهلي وان شاء الله الزمالك النهارده. ربنا يسلم. قبل ما نتحول للزمالك، انت متخيل ان الترجي ممكن يستمر في الخشونه اللي احنا شايفين لعب بيها شويه في تونس؟ هل متوقع انه يستمر في هذه الطريقه لما يجي هنا في القاهره، ولا الوضع هيختلف؟ طبيعي جدا، الترجي معروف شمال افريقيا معروفين بقوتهم في اللعب، وكمان بقى اهدار الوقت والكلام ده كله كلنا حافظينهم. وبعدين نهائيات الاهلي والترجي لا ليها تاريخ كبير، واحنا عارفين الاهلي متفوق بشكل كبير وملحوظ، وان شاء الله يفضل محافظ على تفوقه في المباراه. ولكن احنا الاهلي لازم يبقى ذكي جدا، كولر لازم يبقى ذكي جدا في بدايه المباراه هنا، زي ما كان ذكي في بدايه المباراه هناك، ان هو امتص حماسهم بشكل كبير جدا، ان هم كانوا ضاغطين. بس الكلام ده انا افهم ان هو اول ربع ساعه في المباراه، ان انا امتص حماس اللعيبه وامتص حماس الجمهور والضغط الجماهيري، ده اول ربع ساعه في المباراه. انما بعد كده بتكون الرؤيه اتضحت بقى وفهمت على ارض الماء ايه اللي بيحصل. ما انت معلول اتعرض لاصابه، خلي بالك برضو انت بتتكلم في عنصر مهم جدا طبعا مفهوم، وقائد من 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 لعيبه الاهلي، فانه يتعرض لاصابه اكيد عمل هزه كبيره جدا لزمايله في الملعب. حتى يعني ملوش البديل اللي احنا كنا منتظرين انه يقدر يعمل دوره، او على الاقل يعمل 50% من دوره. كريم فؤاد غايب بقاله فتره. خروج كريم الدبيس من القايمه قبل المباراه انا كان مستغربه شويه، عليه علامه استفهام، انت ما كنتش عامل حساب ان ممكن يحصل حاجه زي كده وكريم فؤاد هو البديل؟ كريم الدبيس اكيد في مكانه لو كان شارك كان ممكن يظهر بشكل افضل من كريم فؤاد. انت بتتكلم، هي مشكله الاهلي كلها كانت في التحولات الهجوميه. امام عاشور كان يعاني وحيدا في انه بياخد الكره من تحت لقدام. طبعا وسام كل كره بالتحام يعني قدر يتفوق في اكتر من كره في الثنائيات، ولكن انت كنت محتاج الدعم الهجومي او المسانده الهجوميه من اكتر من لاعب. ولكن كولر هو كان راضي باللي بيحصل، ما كانش حابب يجازف عشان ما يستقبلش هدف يعقرب الدنيا ويلخبط الحسابات. مشاركه افشه كبديل في الشوط الثاني انا شايفها كانت مشاركه مميزه جدا جدا. الاهلي كان في التوقيت ده محتاج حد يمسك كوره يهدر الوقت بطريقه شرعيه، ينقل الكوره كتير ويدي لعيبه الاهلي ثقه. عشان كده احنا شفنا الاهلي مسك كوره في اخر ربع ساعه اكتر من اي وقت، وده ذكاء برضو كولر. كولر بيتعلم وبيتطور بسرعه جدا، احنا بنتكلم ان هو في تعلمه اسرع من جوزيه من وجهه نظري. كولر من خماسيه سان داونز خلاص الموضوع، تحس ان كولر اتحول، بيامن دفاعته كويس جدا، ما بيستقبلش اهداف، يعني قدر عرف ان بره في ظروف مختلفه، ضغط جماهيري، درجه حراره، ملاعب مش افضل حاجه، فقدر يعالج كل ده بان انا لا انا هلعب طريقتي واجي على ملعبي العب بقى بطريقتي براحتي وافتح خطوطي وهاجم. وده هو نجح في ده، انه ما دخلش فيه غير هدف واحد الموسم الحالي في دوري الابطال. وده اللي انت متخيل انه هيحصل هنا في مصر؟ لا طبيعي، لا لا طبعا لازم يبدا يهاجم. طبعا انت بتلعب في ارضك وسط جمهورك، وان شاء الله استاد القاهره يبقى متقفل بجماهيره وجماهير النادي الاهلي ويدعموه. لا طبعا انت لازم تاخد المخاطره بان انت تهاجم، ولكن بحذر شديد جدا بان
هو طريقه لعب الترجي واللي احنا شفناها امام سان داونز في السيمي فاينل وغيره، ان هو بيعتمد على التحولات المرتدات والكرات الطويله في ظل وجود رودريجو المميز جدا في العاب الهواء. طيب هو بيامن دفاعيا وده اللي احنا شفناه، وبيلعب زي ما قلنا على المرتدات، واعتقد ان دي هتكون نفس طريقته كمان هنا في القاهره. كولر هيتعامل مع ده ازاي؟ وكنا يمكن بنتكلم امبارح واحنا بنتكلم عن استعدادات النادي الاهلي للمباراه، انه لازم يكون عندك وانت عندك بالفعل لعيبه بتشوط من بره 18. طب فين اللعيبه دي وليه ما شاطوش امبارح من بره 18؟ هو زي ما قلت لك ان الاهلي ما كانش عايز من المباراه اكتر من انه يخرج متعادل. لكن ازاي ده يعني من المعروف انت رايح هناك تجيب هدف واحد بس، بالهدفين تامن نفسك جاي هنا. انت هو عشان يبتدي يتعادل معاك هو محتاج بس يجيب هدف عشان يتعادل، لكن انت خلاص يعني راجع تعتبر شبه مأمن نفسك لو انت جبت هدف هناك. هو كولر ارى الماتش بسرعه، ان احنا بنتكلم في ان الاهلي في اكتر من لاعب ما كانش في حالته امبارح، اخطاء كتير، فانا ليه بقى اجازف وهاجم واستقبل؟ خاصه ان احنا شفنا اكتر من كوره اكرم بيخسر، مجرد ما بيتعمل عليه ضغط بيخسر الكوره. ومش ده اكرم، وده مش ده اكرم بالفعل. نفس الكلام مروان عطيه، نفس الكلام في خط الدفاع. احنا بنتكلم في اول ربع، يعني اول ربع ساعه تلت ساعه بقى محمد هاني وكريم فؤاد واخدين انذارات، ففجاه كده باصابات بانذارات فجاه الدنيا هتأزم. لا انا خلاص بقى انا حافظ على الدنيا لحسن ما الموضوع يفتح مني. محمد عبد المنعم نفسه مدافع كبير ولكن خسر الكره كتير زي ما نقول بسذاجه، مش عايزين نقول اكتر من كده. لا انت محتاج تبقى اقوى شويه. هنا الوضع المفروض يبقى مختلف تماما، لازم كله يلعب بشكل جد، انا لازم احقق الفوز. وبعدين الاهلي خلاص انت بتتكلم ده بطولته المحببه في ارضه وسط جمهوره، فطبيعي جدا يبقى اللقب اهلاوي. طيب ليه اللعيبه ما كانتش في حالتها؟ ايه السبب في ده؟ ايه السبب في الضغط والشد والانذارات؟ خليني اقول لك ان فكره ان الاهلي لعب اربع ماتشات في 11 يوم في الدوري ده كان امر صعب، خاصة كمان انت بتتكلم في مرحلة مهمة جدا في الدوري، مرحلة ان انا محتاج كل نقطة في الاربع ماتشات. احنا بنتكلم ما ينفعش اخسر نقط في صراع النقطة، وان دلوقتي في فكرة التأهل الافريقي الموسم الجاي، وهل يا ترى الاهلي هيقدر يبقى الاول ولا الثاني عشان يحسب التأهل، لان ما نعرفش هيبعتوا القائمة امتى بالاسماء المشاركة في افريقيا الموسم الجاي. فانت اربع مباريات كانوا مهمين ما ينفعش اخسر فيهم، وفي اسماء تقيله، احنا بنكمل الاتحاد، الاسماعيلي، الجونه، بلديه المحله، مباريات لا قويه، وانا كنت محتاج العب بالفول تيم فيها او الفريق الاساسي. ده فعلا زي ما تقول استنفذ شويه من مجهود النادي الاهلي. برضو وجود الجماهير امبارح، لعيبه الاهلي متعوده عليه، ولكن وجود الجماهير امبارح كان عامل كبير جدا، ادى الى ان اللعيبه اتهزت. وطبيعي ان انت ما بتلاقي واحد خرج من المود بتلاقيه بيجر بقيه اللعيبه وراه ويبقى مش في احسن حالاته، خاصه برضو اصابه معلول اربكت كل حاجه. طيب ان شاء الله نطمن عليه وان شاء الله تكون الاصابه بسيطه. خلينا بقى نتكلم عن النهارده ليله الحلم الابيض. احنا متخيلين جوميز ناوي يعمل ايه وخطته هتبقى ماشيه ازاي؟ نفس الكلام اللي احنا كنا بنتكلم فيه عن الاهلي، انا محتاج هدف وما ينفعش استقبل هدف. قوه نهضه بركان الكرات الثابته والهجمات المرتده، بيمتلكوا اكثر من عنصر مميز جدا وهو على راسهم يوسف الفحلي اللي احنا شفناه كان لعب بشكل مميز جدا في مباراه الذهاب وكان عامل قلق من جبهه فتوح في مباراه الذهاب. جوميز مع ما هو الا ان انا لازم اهاجم بحذر كبير وحاول أول 10 دقايق ربع ساعة أن أنا أسجل هدف. جوميز من المكاسب للزمالك عودة مصطفى شلبي موجود معنا، عودة يوسف أوباما كان موجود في قائمة الزمالك من مباراة الذهاب ولكن ما شاركش عشان ما كانش لسه جاهز، بقى موجود. دي عناصر قادرة على صناعة الفرق، خاصة إحنا كنا بنتكلم أن الزمالك كان موجود سامسون أساسي في المباراة وهو مش في أفضل أداء ليه، فلما يبقى عندي مصطفى شلبي وأوباما كاختيارات متاحة هتحللي أزمات كتير جدا في المباراة. أنا متفائل جدا في مباراة النهاردة بالزمالك. الزمالك ما بيخسرش على أرضه في الكونفدرالية، بالظبط، ما حصلتش ولا مرة، بالظبط، فأعتقد أن دي ممكن تكون دفعة نفسية قوية بالتأكيد. وكمان جوميز أنا شايف مؤخرا بقى ذكي جدا في تصريحاته في المؤتمرات الصحفية. امبارح طلع في تصريح أثار جدل ولكن أنا شايفه أن هو التصريح موفق نوعا ما، بأن هو قال
نهضة بركان فريق مميز، ولكن الزمالك كنادي اكبر بكتير من نهضة بركان، وده خلى كابتن معين الشعباني المدير الفني الترجي يعلق ويقول لا كان المفروض يحترم الزمالك. لو هنرجع لمباراة الذهاب هنشوف ان كابتن او جوميز علق وقال في المؤتمر الصحفي انا مذاكرهم كويس قوي وعارف طريقة لعبهم، وقعد يتكلم فني في المؤتمر الصحفي قبل المباراة كان بشكل غريب شوية. انت بتحرق اوراقك قبل المباراة ليه في المؤتمر الصحفي؟ وفعلا حصل ان كابتن معين غير طريقة لعب شوية بالنسبة لنهضة بركان وفاجئ الزمالك، ليطلع تاني مرة تانية جوميز ويلعب حرب نفسية جديدة. خلاص انت لما اتكلمت فنيا غيرت نفسك، لا انا هتكلم بقى نفسيا بحت والزمالك نادي اكبر، حل بقى الموضوع. بتبقى حرب نفسية بالتاكيد. احنا ما بننسى الاهلي وصن داونز كانت الحرب ماشيه بينهم ازاي في مؤتمرات حرب التصريحات. ولكن زي ما قلت لك انا متفائل، وان شاء الله الاهلي والزمالك ابطال، وان شاء الله نشوف السوبر الافريقي مصري خالص ان شاء الله. طيب توقعاتك لتشكيل نادي الزمالك النهارده؟ والله بص، خط الدفاع ما فيهوش تغييرات كتير طبعا. عواد في حراسه المرمى، هنتكلم عمر جابر، حسام عبد المجيد، المسلوسي، وفتوح. نص الملعب نوعا ما ممكن يحصل فيه تغيير، دونجا اكيد موجود وبشكل اساسي، هل شحاته هيبدا، هل حمدي هيبدا، ممكن الدفع باوباما من اول المباراه بحيث ان هو يكون، انت محتاج لاعب بصير او لاعب عشرة يصنع لعبه ويخرجك من ورا لقدام بسهوله. اكيد الاجنحه الناحيه دي زيزو، والجزيري مهاجم صريح طبعا. يا ترى سامسون اللي هيلعب او شلبي؟ اتمنى لو شلبي هيقدر، بس هي برضو انت لازم تشوف هو جاهز الى لاي نقطه. هيقدر يديني 90 دقيقه ولا لا؟ و90 دقيقه مهمه جدا، لان انا ممكن اسجل هدف واسجل الثاني بس استقبل هدف، فده معناه ان انا تعادلت وهوصل لضربات الجزاء. صحيح. فانا محتاج اللعيبه اللي تكمل معايا لاخر دقيقه، فلو ما قدرش، لو طبعا الحاله الفنيه لشلبي ما تسمحش انه يبدا، يكون بديل احسن. بس اعتقد انه لازم يركز في نقطه الدفاع. طبعا طبعا. احنا كنا شفنا في مباراه الذهاب كان في اخطاء بالجمله من الدفاع. انا كان من وجهه نظري انه يلعب بثلاثه في خط الدفاع، ولكن اختياراته في القائمه ما فيش غير مدافع واحد بديل عبد المجيد والمسلوسي وهو ياسر حمد. انا كنت شايف ان علاء لو كان دخل القائمه كان هيبقى كان هيفرق، ولكن هو اتكلم وقال هو مش جاهز، بس برضو خبرات علاء كانت قادره على ان هي تبقى ليها دور النهارده في المباراه. علاء لعب نهائي الكونفدراليه قدام نهضه بركان وتوج باللقب مع الزمالك هو وزيزو، فكان وجوده يمكن مهم، ولكن طبعا هو اضرب الحاله الفنيه للعيبه واختياراته. فنتمنى نشوف النهارده مباراه كبيره بالنسبه للزمالك ويتوج ان شاء الله باللقب بامر الله. ايه نقاط الضعف اللي عند نهضه بركان يقدر جوميز يلعب عليها النهارده كويس ويقدر يقول ان هي دي النقطه اللي انا هستغلها علشان يقدر يعني بعد كمان هم اتقابلوا، فخلاص هو المفروض انه يبقى عارف كمان طريقه اللعب. ببساطه شديده الزمالك كان وهو في المغرب هو مستحوذ على الكوره، مستحوذ والاستحواذ معاه في صالحه، فهو نهضه بركان هو فرقه ما بتعتمدش على الاستحواذ واللعب على الارض والتيكا تاكا زي ما بيقولوا. لا خالص، هو نهضه بركان الكرات الطويله، الكرات الثابته المميزين فيها جدا. احنا سبحان الله الزمالك اكيد كان عارف ان 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 نهضه بركان مميز في الكرات الثابته. احنا بنتكلم في اول ربع ساعه في حوالي 8 اخطاء على حدود منطقه الجزاء بتاعت الزمالك. فاكيد جوميز هيتدخل ويحل المشكله دي، ان انا ما فاجئش يعني انا ما اقعدش اعمل فاولات. وهو حذر فعلا اللعيبه في الجلسه الفنيه بينه وبينهم ان ما ينفعش نرتكب اخطاء في الحته دي. دعم كبير جدا مقدم من مجلس اداره نادي الزمالك للفريق والجوميز، وان اللعيبه تظهر بشكل النهارده ما خلاص ما فيش حجه. الجماهير هتبقى ماليه، الاستاد القاهره موجوده بدعم الفريق. عايز اعلق على ان ما فيش يمكن ربع ساعه تلت ساعه من اول ما التذاكر اتفتحت، التذاكر انتهت على طول. قرينا كمان ان في ازمات داخل نادي الزمالك بحيث ان ما فيش دعاوي. الدعاوي راحت فين؟ ما شاء الله الزملكاويه في كل مكان عايزين يدعموا فريقهم بشكل كبير. عمر جابر كمان اتكلم قال ان اللقب مهم جدا للجماهير. وطبعا رحمه الله عليه محمد مدحت المعد البدني ان هو عايزين يهدوا اللقب ليه، وان شاء الله اللقب زملكاوي. احمد سليمان، يمكن عضو مجلس اداره الزمالك انسحب من الاجتماع في الكاف بعد الكلام عن التذاكر والتحديد، قال لك جماهيري وعايزه تروح، وحس ان كل الناس بتشجع الزمالك. هو يعني
هو في أزمة مش عشان ما فيش تذاكر أو دعوات، لا هو في أزمة عشان كل الناس عايزة تروح وكل الناس عايزة تدعم الزمالك. حتى مجلس الإدارة بقى في حيرة من أمره، طب أدي دعوات لمين؟ لأعضاء مجلس الإدارة ولا للجماهير اللي هتروح تشجع وتدعم نادي الزمالك ولا عايز أقول لك إن حتى كصحفيين كإعلاميين كفنانين كله عايز يروح يدعم نادي الزمالك. فأكيد هي برضه احنا مش كتير بنشوف اهلي وزمالك في نهائي اكبر بطولتين في القاره يبقوا موجودين والاثنين عندهم امل هدف واحد كفيل ان هو يتوجهم باللقب. فاكيد ده شيء فخر لينا كلنا كمصريين، ومهم جدا ان احنا نفرح النهارده وان شاء الله نفرح يوم السبت الجاي مع الاهلي، وان شاء الله السوبر الافريقي مصري بامتياز ان شاء الله. كل التوفيق للنادي الاهلي ونادي الزمالك. بنشكرك طبعا جزيل الشكر الناقد الرياضي عز الكلاوي، شكرا جزيلا ليك. شكرا ليك، انا كنت مبسوط ان انا معاكم. نورتنا، اهلا وسهلا. مشاهدينا دلوقتي هنسيب حضراتكم مع موجز الأهم الأنباء مع دينا، تفضلي يا دينا. شكرا لك. من 9 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش، موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. يتوجه وزير الخارجية سامح شكري اليوم إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة تستهدف متابعة وتعزيز مسار العلاقات الثنائية بين البلدين والتشاور حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية. وأعلنت الخارجية أن الزيارة تأتي في إطار التأكيد على الطابع الاستراتيجي للعلاقات بين مصر واليونان والحرص المتبادل على تعزيز تلك العلاقة المتميزة والوثيقة والتي تطورت وترسخت بشكل متنامي خلال السنوات الأخيرة. كما تستهدف الزيارة تشاور وتنسيق المواقف حول عدد من التطورات الإقليمية والدولية وعلى رأسها جهود إنهاء الحرب في قطاع غزة. تواصل مدفعية الاحتلال الإسرائيلي استهداف وسط وشرق رفح الفلسطينية، وأفادت وسائل إعلام فلسطينية أن الاحتلال يخوض اشتباكات في حي البرازيل بالمدينة. كما شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي موجات قصف على شرق رفح الفلسطينية. استشهد 20 فلسطينيا على الأقل وأصيب آخرون فجر اليوم في غارة إسرائيلية عنيفة استهدفت مربعا سكنيا في المخيم الجديد شمال مخيم النصيرات وسط قطاع غزة. وأفادت مصادر صحية في القطاع بأن طواقم الإسعاف والدفاع المدني انتشرت الشهداء من تحت أنقاض المنازل المستهدفة في النصيرات إلى جانب عدد كبير من الجرحى بينهم أطفال، بينما لا تزال عمليات البحث جارية عن مفقودين تحت أنقاض المنازل. كما استشهد عدد من الفلسطينيين بينهم صحفي وأصيب آخرون في سلسلة غارات وقصف مدفعي كثيف طال مخيمات البريج وجبلية وبيت لاهيا. قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الوزير في حكومة الحرب بني جانتس اختار توجيه إنذار له بدلا من حماس. وأضاف نتنياهو أن شروط جانتس الذي هدد بسحب حزبه المنتمي لتيار الوسط من حكومة الطوارئ تعني إنهاء الحرب وهزيمة إسرائيل والتضحية بالمحتجزين والإبقاء على حماس وإقامة دولة فلسطينية. وفي وقت سابق طالب جانتس رئيس الوزراء الإسرائيلي بالالتزام برؤية متفق عليها للحرب في غزة تشمل تحديد الجهة التي قد تحكم القطاع بعد انتهاء الحرب. وأشار جانتس إلى أن من يتحكمون في إسرائيل يتصرفون حاليا بجبن، مؤكدا أن جزءا من السياسيين يفكرون فقط في أنفسهم. أعلن وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان تنفيذ عملية كبيرة تضم أكثر من 600 من رجال الدرك في كالدونيا الجديدة لاستعادة السيطرة على الطريق بين نوميا ومطارها الدولي. وارتفعت حصيلة قتلى التوتر في أرخبيل كالدونيا الجديدة في المحيط الهادئ إلى 6 أشخاص، وذلك في اليوم السادس من أعمال شغب واضطرابات اندلعت على خلفية إصلاح انتخابي مثير للجدل. وكالدونيا الجديدة هي مستعمرة فرنسية منذ أواخر القرن 19.
لقي 50 شخصا على الأقل مصرهم جراء فيضانات في غرب أفغانستان وفق ما أعلنت الشرطة الإقليمية بعد أسبوع على مصرع مئات في ظروف مماثلة بشمال البلاد. وقال المتحدث باسم الشرطة في ولاية غور عبد الرحمن بدري إن الفيضانات دمرت 2000 مسكن وألحقت أضرارا بالآلاف غيرها. وأضاف أن هذه الفيضانات دمرت مئات الهكتارات من الأراضي الزراعية ومئات الجسور والقنوات وقضت على آلاف الأشجار. ورياضيا، يلتقي في 8 من مساء اليوم فريق الزمالك مع فريق نهضة بركان المغربي في إياب نهائي بطولة الكونفدرالية الإفريقية على ملعب استاد القاهرة. ويحتاج الزمالك للفوز بهدف نظيف أو بفارق أكثر من هدف للتتويج بالبطولة في تكرار لسيناريو 2019 عندما توج بلقب الكونفدرالية على حساب نفس الفريق المغربي بركلات الترجيح. ختام موجز التاسعة، فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر. أهلا بحضراتكم. انطلقت منافسات بطولة دول حوض البحر المتوسط الخامسة لألعاب القوة تحت 23 سنة لعام 2024 بمشاركة 13 دولة واللي تستضيفها مصر حاليا. خلينا نتعرف على تفاصيل أكتر. معانا على التليفون الدكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوة. صباح الخير على حضرتك يا دكتور، أهلا وسهلا بيك. صباح الخير يا فندم. صباح أهلا. لو تكلمنا عن المنافسات اللي بتشملها بطولة دول حوض البحر المتوسط الخمسة لألعاب القوة وتقول لنا بقى كل التفاصيل. هو دول البحر المتوسط المنظمة المشتركة معانا في المنظمة أكثر من 27 دولة، وللأسف الظروف الراهنة الموجودة من غزة في غزة يعني ما اشتركش غير 12 دولة. فهي بطولة كويسة وبالنسبة للشباب بتاعنا على اساس يعني مقام في بلدنا فعرفت اشترك بعدد اكبر. يعني لما بسافر بسته بخمسه بسبعه على حسب في كوتا وفي اللي بتاهل وهكذا، لكن المركز دوله مضيفه ممكن اشترك بعدد اكبر فمشترك ب 45 لاعب ولاعيبه، وده خبره كويسه بالنسبه للاعبين، خبره طيب. كويسه يعني رياضيه واجتماعيه برضو عشان هو دايما بنسجل البطولات العربيه وبيتكلموا عربي هنا بيضطروا بقى يتكلموا انجليزي ويتكلموا يعني الاحتكاك بيفرق كتير مع اللاعبين طبعا بيتعلموا ثقافه الاحتكاك اكتر طبعا دي حاجه مهمه بالظبط اكيد. طيب دكتور سيف، ازاي ابطالنا استعدوا لهذه البطوله؟ هما مستعدين، كان عندنا بطولة جمهورية يعني قبل هذه البطولة تحت 20 سنة وتحت 23 سنة، وطبعا مستعدوا لبطولة الجمهورية باسم النادي بتاعهم، وانا مختار المنتخب ما عملنا لهمش اعداد خاص لهذه البطولة، هما يعني خدنا منتخب بناء على نتائج البطولة الجمهورية. طيب احنا عارفين ان المفروض كان يبقى في مشاركه اكبر من كده، ولكن للظروف الاليمه اللي بيمر بيها الاقليم يعني عدد المشاركات بقت اقل بكتير. مين ابرز الدول اللي بتشارك في منافسات البطوله ومتخيلين انها ان شاء الله ممكن تكون بتنافس؟ هو بصي حاجه غريبه قوي ان بلاد شمال افريقيا ما شاركتش خالص. يعني تونس والمغرب والجزائر وليبيا ما اشتركوش، قالوا لنا عشان اسرائيل هتشترك. هي اسرائيل فعلا عضو في المنظمه بس اسرائيل ما اشتركتش. يعني احنا عندنا تسجيل مبدئي قبل البطوله بشهرين وما بعتولناش تسجيل مبدئي، والتسجيل النهائي كان قبل البطوله باسبوعين برضه ما كانوش باعتين لنا، قلت لهم يا جماعه مش جايين احسن برضه
هم برضه مصممين ما يجوش. خلاص ما يجوش احسن احسن. طيب وفي بلاد زي اسبانيا بعتوا لنا عذر قالوا لنا خايفين اللي خايف، قلت لهم ما فيش مشكله برضه مش فيش فايده. وايطاليا من الاول قالت لا مش كده. فدول دولت اكبر بلاد تشترك معانا، يعني شمال افريقيا واسبانيا وايطاليا. فرنسا اشتركت بمجموعه كبيره، وتركيا اشتركت بمجموعه كبيره. عظيم جدا. والبلاد الثانيه بلاد البلقان اللي هم على البحر المتوسط مشتركين برضو، معظمهم كوسوفو وبوسنا وهرزيغوفينا والبوسنا وصربيا وكرواتيا يعني عاملين سان مارينو، يعني بلاد يعني اتمثل بلد برضه مبسوطين من الجو ومبسوطين من ايا كان. كمان يا دكتور سيف الدول المشاركه والابطال المشاركين ان شاء الله ابطالنا قدها. كل الشكر لحضرتك دكتور سيف الله شاهين رئيس الاتحاد المصري لالعاب القوى. زي ما اتكلمنا في بداية الحلقة كل يوم والتاني كده بنلاقي الذكاء الاصطناعي عمال يفاجئنا، تطورات وتقنيات وكل شوية نتخض خضة مختلفة ونبقى حاسين بخضة جديدة. من كام يوم كنا لسه بنتكلم انه تم طرح تطبيق جديد او ابليكيشن، الابليكيشن ده بيتكلم عن ان هو بيترجم المشاعر، بيساعد الراجل او بيساعد السيدة او بيساعد الزملاء في العمل انهم يفهموا مشاعر بعض عشان يحصل نوع من انواع الاحتواء وقت الغضب ويحصل نوع من انواع السيطره على الغضب. والله ولو حسن العلاقه في بيت العمل فدي حاجه كويسه ممكن نعتمد عليها لان دي حاجه مهمه جدا. طبعا ما فيش شك انه العالم كل فتره كده في ابتكارات جديده، واللي ابتكروا هذا التطبيق بيقول انه بيساعد المجتمعات في خفض معدلات الطلاق، ودي حاجه مهمه جدا. خلونا نفهم الموضوع بشكل اعمق واشمل. طبعا من دكتور احمد سلمان استاذ مساعد الشبكات والاتصالات بجامعه جيمس ماديسون بالولايات المتحده الامريكيه. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح الخير استاذ محمد، صباح النور استاذه منه، اهلا وسهلا بيك. يا اهلا بيك يا فندم. من المعروف ان احنا واحنا بنتعامل مع الذكاء الاصطناعي فهو عباره عن مجموعه من البيانات ومدخلات احنا اللي بنقوم بادخال هذه البيانات فيه عشان نقدر نتعامل بعد كده من خلالها. هل هو عنده القدره على تحليل المشاعر؟ مظبوط كلام حضرتك. الفكره كلها في الذكاء الاصطناعي ان هو فعلا بيتم تمرين نموذج على كميه بيانات كبيره جدا مهوله جدا، ليها علاقه بالعلاقات بقى الانسانيه، ليها علاقه ببيانات، ليها علاقه على حسب النموذج ده هيستخدم في ايه. في الحاله بتاعه الابلكيشن اللي بنتكلم عليها دي اللي هي Angry Girlfriend، الابلكيشن دي تم ان هو يعني تمرينها على النموذج المشهور جدا بتاع اوبن اي اي اللي هو شات جي بي تي 4، يعني مبني على نفس البيانات بتاعتها، لكن هو محدد او محدود او محطوط عليه زي ما يقول طبقه ثانيه كده او اي بي اي، بحيث ان هو يبقى مخصص بس للحاجات اللي ليها علاقه بالعلاقات الانسانيه او الكلام اللي ما بين يعني الطرفين، طرف النساء مع الرجال او الذكور مع الاناث في العلاقات اللي هي الارتباطات العاطفيه والحاجات اللي زي دي. فهو ده اللي تم تمرينه عليه او تم عمل الابلكيشن عن طريق عن طريق التمرين ده بيبدا ان هو يعمل شويه سيناريوهات بحيث ان هي خصوصا ان هي تساعد الرجال، يعني ان هو يقدر يفهموا اكتر الستات بتفكر ازاي او ايه المشاكل. ازاي بقى دكتور ازاي بيفكروا ازاي؟ طبعا ما اعتقدش ان حتى الذكاء الصناعي في الوقت الحالي هيقدر يوصل لها، يعني هي الفكره ده اللي قلته. اذا كنا احنا الذكاء البشري زي ما بنقول احنا ما قدرناش ان احنا نوصل له. صحيح صحيح. هي الفكره ان طريقه تفكير السيدات او النساء غير طريقه تفكير الرجال، يعني هم تقريبا في ليفلين مختلفين او في اثنين بلينز مختلفين حتى، يعني بعدين مختلفين. فعشان يحصل تلاقي في الحاجات دي او فهم الحاجات، هو ده فكره الابلكيشن. هي واحده من المؤسسين بتوع الابلكيشن اللي هي ايميليا افيليس قالت ان الفكره جات لها ان هي تعمل الابلكيشن لان هي دخلت في كذا علاقه فاشله
وقالت ان اكثر اسباب العلاقات الفاشله اللي هي كانت فيها ان هي ما كانش فيه تواصل او التواصل ما كانش موجود وفي نفس الوقت فقررت تعمل ابلكيشن عشان تقطع التواصل خالص بدل ما كان عندها مشكله في التواصل مع الناس ومش عارفين تتواصل فجابت حد يقطع التواصل تماما ده اللي عملته بالابلكيشن ما هي الفكره ان هي قالت هنبدا نخلق سيناريوهات عن طريق الاي اي ونحط الرجال في المواقف دي بحيث ان الرجال تشوف السيناريو وتبدا ان هي تتواصل عن طريق ده تشوف اذا كانت هتوصل لحل ولا لا. فكره السيناريو ايه؟ هحط مثلا سيناريو ان راجل وخطيبته موجودين في حفله، انت دلوقتي موجود مع خطيبتك في حفله وفي الحفله دي انت كنت قاعد تبص على واحده ثانيه وخطيبتك شافت الموضوع ده فبدأت ان هي والله يا دكتور ما بيبقوا شايفين اصلا لا قدامهم لا خطيبته ولا غير خطيبته عشان يبص على واحده تانية يعني الموضوع بيبقى ابسط من كده والله اعتقد انه بعيدا عن الهزار يعني ممكن الموضوع بيخضع لطبيعه الشخصيه يعني طبيعه الشخص نفسه سواء بقى كان سيده او كان رجل هي بتبقى انماط كده من الشخصيات والابلكيشن هيتعامل معاها ممكن تكون الشخصيه دي تنطبق على الرجل او تنطبق على السيده في ستات كتير جدا بتكبر دماغها وفي رجاله كتير بتكبر دماغها والنكد قائم مشترك ما بين الاثنين فيعني اعتقد انها ملهاش علاقه بالنوع هو ده حقيقي الفكره في الموضوع او الفكره في الابلكيشن او اللي ناقص في الابلكيشن وده يعني هناخد شويه وقت ان احنا نعمله إن ما تمرنش على نموذج بيانات حقيقية خاصة بالموضوع ده يعني عشان حاجة زي كده تبقى دقيقة أو تدي نتائج كويسة لازم يتم تمرينها على كمية رسائل كبيرة سواء بقى رسائل واتساب رسائل اس ام اس ما بين الأطراف اللي هم اللي في علاقة ويشوفوا يعني يخلقوا نموذج خاص بالحاجه دي ما يبقاش مثلا حاجه مبنيه على تشات جي بي تي او على حاجه عامه فيها كميه بيانات كبيره لا نموذج خاص بس بالرسائل اللي ما بين العلاقه بحيث النموذج يدي نتائج دقيقه وفي نفس الوقت لازم برضو يكون خاص بالمكان الجغرافي يعني انا لما اعمل نموذج يبقى خاص بالعلاقات في مصر ما ينفعش ادربه على نموذج من ناس في اوروبا ده لان البشر مظبوط البشر متفاوتين يا دكتور احمد فاعتقد ان الموضوع صعب جدا وفي مثال زي اللي حضرتك بتقوله مثلا ان احنا بندربه على حاجه معينه لو هو وزوجته قاعدين في حفله وهو بص على واحده فزوجته اتضايقت فبنبتدي ندخل بعض البيانات ازاي نتعامل في هذا الموقف طب انا ازاي افهمه مثلا ان انا سرحان ان انا بما انه بقى بيفهم في المشاعر دلوقتي والعواطف افهمه ان انا هائم ان انا افهمه زي ما هي بتتكلم انا مش ببص على حد انا هائم بص ليه هائم مش وقتها الفكره كلها ان هو بيحط لك السيناريو انت في السيناريو ده دلوقتي هي غضبانه جدا واجهتك وبتقول لك كده هترد عليها تقول ايه فانت تدي رد فهو يرجع لك برد ويقول لك ان هي دلوقتي نسبه ان هي تسامحك مثلا 40% انت بتحاول توصل ل 100% حاسب بقى على ردودك انت عندك 10 فرص لا يا هتستغلهم في الرد وعلى حسب الردود بتاعتك هقول لك النسبه بتاعتك عليت في التسامح ولا قل احنا بنحضر يعني يا دكتور وبنذاكر وبنجهز نقاط ايوه عشان لو حصل الموضوع ده في الحقيقه اللي هو لما نتعرض للاختبار المفاجئ نبقى عندنا الاستعداد بالظبط بالظبط وخصوصا كمان ان هو فيها برضه سيناريو اللي هو ايه مالك ماليش اللي هو الحمد لله يعني ليها حل عندهم دي موجود. دي ليها حل عندهم موجود هو مش عارفين بقى الحل ده واقعي ولا لا لان زي ما بقول لحضرتك لازم الحاجات دي يدخل فيها يعني ناس ليهم علاقه بالسيكولوجيه مش بس بيانات مجرده ان هي صحيح. يتم تمرين النموذج عليها يعني لسه بتكلم في البدايه دكتور احمد كمان ان هو مش هيفهم ان احنا عندنا حاجه اسمها التغافل ان حاجه اسمها الموده حاجه اسمها الرحمه هو مش هيقدر يستوعبها طبعا الحاجات العاطفيه دي يعني هي ممكن يتعمل لها محاكاه بس لازم يبقى في ناس متخصصين ليهم علاقه بالسيكولوجي والعلاقات الانسانيه يدخلوا بحيث ان هم يزودوا بياناتهم برضو ويتم ده وده يكون مدخل في التمرين اللي بيحصل من النموذج. طيب ولو البطاريه التليفون فضيت يا دكتور هنعمل ايه؟ في وقت فيه خناق الابلكيشن
لا خلاص بقى احنا كده يعني اللي هو ما يعني انت لازم تتمرن كفايه قبل ما تحصل المشكله بحيث انك ايه يعني لو واجهت حاجه جديده معاك ربنا بقى. دكتور احمد سلمان استاذ مساعد الشبكات والاتصالات بجامعه جيمس ماديسون بالولايات المتحده، نورتنا وشرفتنا، شكرا لوجودك معانا. اوقات كتير لما تيجي تلمس حاجه كده سواء على الارض او رايح تفتح الباب مثلا بتسلم على حد فتلاقي نفسك بتتكهرب. هنا الموضوع بياخد حيز من الخوف من القلق عند بعض الناس وبيبدا يسال نفسه هل عندي كهرباء زياده في جسمي، هل في حاجه لا قدر الله، الحاله دي توصفها العلم ايه بالظبط؟ يمكن ده اللي هنعرفه دلوقتي من الدكتوره سلمى مرزوق استاذ واستشاري تشخيص امراض المخ والاعصاب والعضلات بجامعه القاهره، معانا موجوده على التليفون. صباح الخير عليك يا دكتور. صباح النور، اهلا وسهلا. يا اهلا بحضرتك دكتوره. أهلا، اعتقد ان ما فيش حد يمكن يكون ما تعرضش للموقف ده، لما يحصل تلامس مع اي حاجه ممكن نحس انه وكانه كهرب او اتكهرب. والله هو السؤال ده بالنسبه لنا سؤال مكرر جدا وبالنسبه لنا سؤال لطيف، يعني احنا بنسعد لو هي دي الشكوى بس احنا بننبسط، يعني لو زي ما بنقول لو جت على قد البسيطه هينا يعني. بس هو لو بس نعرف ان ده معناه ايه، مبدئيا هي مش حاجه مقلقه، بس نفهم ايه اللي بيجيب لنا الشحنات الزايده دي. مبدئيا دي بتبقى شحنات خارجيه، يعني ده اول شيء مطمئن، يعني هي شحنات ما بتكونش داخل المخ ولا داخل العمود الفقري ولا داخل العضلات ولا بداخل الاعصاب. تمام. هي بتكون شحنات خارجيه على الجلد من الخارج، وبالتالي احنا بنحس بيها على اطراف الاعصاب اللي هي الاطراف الاستشعاريه للاعصاب الحسيه فقط، يعني كاني مثلا نفس الاطراف اللي بتحس بالسخونه والبروده، لو زي ما تكون مثلا مسكت كوبايه شاي او مسكت ثلج او ايس، نفس الفكره. بس بتولد ليه بقى؟ يعني نفهم بس ده معناه في الغالب ان الشخص عاداته الصحيه شويه مش عظيمه. بمعنى ايه؟ استخدام الملابس القطنيه عنده في مشاكل، مش بيستخدم في هدومه ملابس قطنيه بشكل كامل او بشكل يكفي، بيلجا للالياف الصناعيه اكتر مثلا، او صناعيه اكتر، او دايما حاجات صناعيه فيها احتكاك كتير، يعني فيها فريكشن كتير. يعني مثلا لو حد بيلبس كذا حاجة صناعية فوق بعضهم ودايما ملانسين، فده زي ما يكون بيولد شحنات كهربائية خارجية على الجلد متواصلة. الحاجة الثانية كمان لو احنا متواجدين في أماكن فيها مجال مغناطيسي مستمر، يعني لو حد مثلا دايما تواجده جنب كابلات كهربائيه عاليه، دي حاجه برضو مفروض حد يكون، يعني لو بتحصل له كتير بشكل مبالغ فيه طول الوقت، بس يتاكد هل مثلا مكان المكتب بتاعه جنب شحنات كهربائيه عاليه، محتاج يغير مكان المكتب بتاعه، مكان النوم، مكان غرفه النوم، لان دي الاوقات اللي احنا بنقضي فيها عاده فترات طويلة اللي هي فترات النوم أو فترات تمام. العمل. فدايما تغيير المكانين دول بيغيروا كتير قوي من الشحنات ذات الكابلات الماجناتيك العالية. دول أكتر حاجتين مهمين. تمام. الحاجة التانية يبقى في أخشاب كتيرة في المكان. دايما المتعارف عليه إن إحنا دلوقتي كل حاجة خشب بقينا بنغيرها، اللي هو الاخشاب الطبيعيه، يعني للأسف. بقينا بنغيرها لحاجات صناعيه، بلاستيك، حتى الارض بتاعت البيوت كله بقى دلوقتي ما فيش خشب. طب بما ان حضرتك جيتي للنقطه بتاعت الارض بتاع البيوت، يقال طبعا وما اعرفش مدى صحه الكلام ده ان احنا نرمي ملح في الارض ونمشي حافين، هل الكلام ده صح؟ لا، هو الفكره فكره الايرثنج او زي ما بنقوله الارضي،
ان انا ابقى دايما عامله ايرثينج لنفسي. هي فكره التلامس مع الاخشاب او التلامس مع حاجه بتفرغ الشحنات الكهربائيه. انا لو الارض اللي انا ماشي عليها برضو صناعيه مش خشبيه مش هتفرق فيها. يمكن ده انتشر دكتورة بعد كمان ان بقينا بنعتمد على حاجات كتير مصنعة. يعني زمان كانت اوض النوم السراير من الخشب مثلا، من الخشب الارض من الخشب او من الرخام الطبيعي. لكن دلوقتي جدا. اعتقد ان يمكن المصنعات اللي بقت موجودة الارض حتى وان كان ظاهريا خشب ولكن بالفعل هي ما هياش خشب. يعني هي مظبوط جدا. يعني عارفه حضرتك احنا اماكن اختبارات الاختبارات الاعصاب والعضلات بتاعتنا بنحرص ان لازم يبقى فيه ارضي. ارضي يعني ايه؟ زمان الاكباس كان فيها ثلاثي، يعني سالب وموجب وسلك ثالث ارضي اللي هو اللي بيرمي الشحنات الكهربائيه الزايده اللي هي في المجال المغناطيسي عموما. كل الكهرباء دلوقتي بتتنازل عن الجزء ده، فالبديل ان احنا لازم يبقى في اخشاب في المنزل. احنا في المراكز بندق ماسوره لحد الارض زي ماسوره المطافي كده. نعم. تبقى ماسوره من المركز عندنا، يعني مراكز التشخيصات العصبيه والتشخيص كهربية رسم المخ والعضلات والأعصاب. لازم الأجهزة بتاعتنا تبقى متوصلة بزي مصورة كده مدقوقة لحد الأرض. ليه بنقول عليها earthing أو grounding؟ إن إحنا نوصل نفرغ علشان الأجهزة ما تبقاش متصلة أو أرية أي شحنات زايدة. فنفس الشيء جسمنا على فكرة، فلازم الجسم يبقى دايما متصل بخشب، يبقى فيه على. انا دايما بقول لاي حد بيشكيلي من الموضوع ده، الكراسي الخشب البسيطه خالص خالص على فكره بتاعت القهاوي بتاعت زمان اللي احنا كنا يعني بنشوفها حاجات بدائيه قوي وبسيطه، دي من افضل الاشياء مثلا حتى في المطابخ حتى على السفره، من وبالذات لو ما فيهاش كمان مسامير خشب، مسامير قصدي حديد. الحاجات المصنعة من الخشب الطبيعي هي أفضل شيء لتجنب كل مش هنلاقي الشكوى دي خالص. جميل. طيب. حتى لو اللي احنا لابسينه فيه حاجات صناعية. طيب دكتورة، ساعات واحنا بنسلم على بعض بنتكهرب ما ببقاش عارف مين فينا اللي بيكهرب التاني، فلا انت اللي بتكهربني، لا ده انت اللي عندك كهرباء زي ده. هل في اي علامات اخرى عشان اعرف ان المشكلة عندي انا؟ هو دايما 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 تكرار الموضوع مع الشخص مع اشخاص اخرى ده اللي بيحسسنا ان المشكله بتتزايد. بس لو انا يعني شلت كل المسببات، هي الفكره دي زي نفس فكره الحساسيه، يعني احنا بنشيل المسببات سبب ورا سبب ورا سبب، وده لوحده هيبقى كافي ان احنا اول ما هنشيل الاسباب هنكتشف ان خلاص القصه بتتحل. احنا صعب نشيل اسباب هنا لان كلنا في الاستوديو هنا قاعدين بنكهرب بعض كل يوم، فصعب كاميرات واجهزه فعلا. على فكره انا كان عندي مريضه لطيفه قوي صغيره، هي جابت غوايش خشبيه على فكره. يعني شو ابسط ساعات ابسط الحلول، يعني في بيلبسوا سبح من الخشب، في بيلبسوا ساعات غوايش خشب. يعني احنا بنحاول، انا دايما بقول ان الحلول الشخصيه ساعات كتير قوي قوي يعني بتساعد ساعات الانفايرمنت او اللي حوالينا. مفهوم. مش بيساعدنا بس احنا، يعني زي مثلا مرضى الصداع النسبي او مرضى الحركات الزايده، احنا بننصحهم يلبسوا نظاره زي فوتو بلو او عشان يمنعوا الشمس عن نفسهم او يمنعوا الضوء المتقطع، لان انا ما اقدرش اقول لهم مثلا ما تركبوش مثلا عربيه مع الاخرين او امنعوا النور مع الاخرين. فدايما الحفاظ على الذات بيساعد كتير، يعني السيلف بروتكشن زي ما بنقول عليه. والموضوع بسيط وبأبسط الحاجات، وانت ماشي في الشارع وعايز تقف في ظل اسند ظهرك على الشجرة، ادي الخشب يعني وادي الظل واديك حلت مشكلتك. هي الحقيقة انه العلم وزيادة المعلومات الشخصية وازاي اطبقها، ده بيحسن حياة كل شخص. ده دي القاعدة العامة، انا طالما عندي المعلومة
وعندي فكرة التطبيق أقدر أطبقها بأبسط أبسط أبسط يعني طرق الحماية الشخصية. أكيد. طب إمتى يا فندم نقرر أنها لازم أروح لدكتور؟ لو حسينا ان في حركات، لان دايما الناس بقى بتتلخبط ما بين الاحساس بالكهرباء، وفي ساعات بقى ناس تقول ان عندها رعشه داخليه. في الحاله دي بقى لان فعلا فعلا بيحصل اختلاط. لا، جمله انا عندي رعشه داخليه دي جمله فعلا خطيره، وساعات في امراض عصبيه بتكون محتاجه تدخل مننا في الاول في التشخيص. يعني احنا بقى بندخل مجسات للعضلات والاعصاب، بندخل نبص هل دي فعلا احساس من المريض ولا احنا فعلا عندنا مشكله داخليه في الاعصاب والعضلات مخليه المريض حاسس فعلا بالرعشه دي. وفعلا في امراض، يعني ألف سلامة على الجميع، بتعمل المشكلة دي وأمراض سيريس علاجها بسيط بس بتتعالج تبقى ناس زي الفل. شكرا جزيلا لحضرتك دكتورة سالمة مرزوق، أستاذ واستشاري تشخيص أمراض المخ والأعصاب والعضلات بجامعة القاهرة. مشاهدينا خلينا دلوقتي نروح لفاصل ونرجع نكمل معكم باقي حلقات. الألقاب والصفات اللي بعض الناس بتطلقها على الأطفال ساعات بيكون لها تأثير على شخصيتهم. ممكن الصفات دي تكون مصدر أذى نفسي للطفل من غير ما يكون الكبير اللي بيطلق عليه اللقب ده أو الاسم ده يقصد. يعني مثلا لو طفل بيحب الرياضيات أو الماث نقول عليه عبقري، لكن لو بيحب المواد النظرية مثلا هتلاقيه بيقول ده بيحفظ وما بيفهمش. بنلاقي التصنيف اللي بيتقال ده ممكن يأثر على الأطفال جدا، غير بقى طبعا الصفات الشكلية والبدنية اللي ممكن تبقى الكبار بيستخدموها كنوع من الهزار، لكن هي فيها بيبقى تنمر واضح على الطفل. يا جزء صحيح، وما فيش شك أنه الألقاب سواء كانت إيجابية أو كانت ألقاب سلبية وفيها تنمر الاثنين بيكون لهم تأثير كبير جدا على الطفل. ممكن يروح في حتة تانية خالص من خلال أن احنا نفضل نزق في انه عبقري، لا انت عبقري، لا انت عبقري. مش بالعافيه على فكره، يعني هي مساله ما هياش بالعافيه ان احنا نفضل ندفع الطفل في هذا الاتجاه. وعلى الجانب الاخر هيشعر بالثقه بان انا ما اقول له انت عبقري بالعافية. انت عبقري هينبسط ويحس انه عبقري طبعا، مع مراعاه ان في فروق مع مراعاه، لكن حتى العبقري احنا بدانا نقول له يا عبقرينه، فبالتالي ما بقاش ان هو عشان عبقري وعشان ذكي، لا ده احنا كمان طلعنا عليه لقب. عايزين نعرف مع حضراتكم في هذه الفقرة إيه تأثير هذه الألقاب والصفات اللي بتطلق على الأطفال من الناحية النفسية. بنرحب في فقرتنا بالدكتورة منى حمدي استشاري الصحة النفسية والإرشاد النفسي والأسري. صباح الخير عليك. صباح الفل. يا أهلا بك يا فندم. أهلا بك. إيه هي المخاطر النفسية لإطلاق مثل هذه الصفات والألقاب على الأطفال سواء كانت إيجابية أو سلبية؟ هو مبدئيا انا عندي بس اعتراض على فكره ان احنا ما نقولش القاب ايجابيه. الالقاب الايجابيه محببه جدا، وهي فعلا زي ما قالت ان بتبث الثقه في النفس وبترفع تقدير الذات، ولكن هي الفكره ان احيانا الناس بتقول يا جماعه ما تبالغوش. هو ده يعني احنا ده الفكره ان احنا ما نبالغش، لكن مهم جدا ان احنا نقول للولد انت ذكي، نقول للبنت انت عبقريه، ما فيش مانع، بس مش بشكل مبالغ ومش في مقابل لا اداء. يعني لازم يكون في اداء وانجاز يستحق هذا اللقب، لكن طبعا مش هنمنع الناس الاباء والامهات والمعلمين ان هم لان ده طبعا ايوه ولكن بدون مبالغه لان برضو حتى المبالغه بتعمل شيء من تضخيم الذات، وفي الاخر بيبقى الطفل طالع سيلفش وبيطلع منه اضطراب بقى النارسيسستيك بيرسوناليتي هي اساسها التضخيم الزائد، بيبقى عنده جرين ديوز بيرسوناليتي ديس اوردر اللي هو اضطراب الشخصيه النرجسيه المتفاخر او المتباهي او العظيم. تمام. في المقابل بقى تخيل برضو من نفس الألقاب ولكن السيئة يطلع برضو اضطرابات نفسية زي اضطراب الأفويدنت بيرسوناليتي الشخصية التجنبية. الطفل نتيجة ان هو بيسمع ألقاب ووصوم اللي هو بنقول عليها ليبلينج او كاتيجورايزيشن اللي هو انا بصنفه او بعنونه او بديله لقب او بوصمه
بحاجات سلبية، سواء زي ما انت حضرتك قلتي حاجات جسدية زي تخين يا رفيع يا أزع يا طويل يا سمرة، حاجات زي كده اللي هي ايه بتبقى خاصة بالشكل، او حاجات في السمات الشخصية زي انت جبان انت خواف انت قماص، حسب طريقة استخدامها. لو قلت لها يا سمرة يا قمرة غير لما تقولها ده انت سمرة قوي مش عارفة ايه، ما انا بقول لحضرتك بالظبط. هي نقطة قد يشعر البعض، وان كان طبعا الشكل ده ما ينفعش حد يعمل فيه ليبل، احنا بنتكلم في ان الالقاب بتبقى كده، لكن استخدام اللقب وتعزيزه ولو هي حاسه ان دي نقطه ضعف في بنتها فهي تؤكد عليها انها دي سر جمالك، ده سر الكونتكست هو اللي بيفرق. وتعبيرات الوجه هي اللي بتفرق. تمام. ففي كمان اساءات والقاب ووصوم خاصه بالحاجات العقليه وسمات بقى الايه القدرات العقليه والذهنيه، زي انا اقول له يا غبي يا فاشل يا فوضوي انت بني ادم مش منظم، إيه كمان ان انا اوصفه ان هو جبان وخواف لمجرد ان هو الولد مثلا، لو ولد ان هو سريع التاثر او ان هو عاطفي، فكل ده بقى بيعمل ايه في الطفل؟ بيديله رسائل ضمنيه بالرفض وعدم القبول، فبالتالي اوتوماتيك بيحصل تدني في تقدير الذات وسيلف ايمج سلبيه، خلاص الصوره الذهنيه بتاعته عن ذاته بتبقى سلبيه. وللاسف الشديد لما بيجي ده من الوالدين بيكون عامل زي الطفل الصغير، ما بيبقاش عنده مصدر اكتر امانا من ابوه وامه اللي المفروض بيدوله الحب والعنايه والثقه في النفس، فلما بيتلقى منهم النقيض اللي بيحصل ان هو بياخد الحاجات دي على انها حقائق مؤكده لا سبيل لتغييرها، فبالتالي ممكن يفضل يعاني طول عمره من اضطرابات شديده جدا. ويقال ان في دراسات علميه تم اجراءها على سبيل المثال في جامعه اوتو في كندا، دي الجامعه دي اجرت دراسه على فكرة الوصوم والإساءة للأطفال إن هي بتشكل عليهم ضغط نفسي وعصبي على الدماغ، فبيحصل أذى لخلايا في الدماغ خاصة بالذاكرة والتعلم وكمان تنظيم المشاعر، كمان بتقلل القدرة على مهارة حل المشكلات واتخاذ القرارات. في كمان كتاب للكاتبة اسمها جينيفر فريزر، دي عملت كتاب اسمه The Bullet Brain، بتتكلم عن الدماغ المساء له أو المعنف بأشكال مختلفة من الإساءة، إن هو بيحصل فيه تقلص في الهيبوكامبس اللي هو الحصين اللي مسؤول عن مهارات كتيرة جدا في الدماغ، وإن الأطفال دول بيفضلوا يعانوا طول عمرهم لدرجة بيعانوا فقط ولا ردود أفعالهم بتختلف؟ يعني الطفل بينطوي وطفل تاني بيبقى أجريسيف مثلا؟ بالظبط، بيبقوا معرضين للإنتروفيرشن اللي هو الانعزال أو الانطوائية، بيكونوا معرضين للدبريشن الاكتئاب، بيبقوا معرضين للأنكزايتي الرهاب الاجتماعي، بيبقى عندهم استعداد للاضطرابات الشخصية، فبالتالي بيبقى اعنف في بعضهم ممكن يلجأ للعنف، وبالفعل بعضهم بيبقى عدواني وبيمارس يسقط العدوان اللي تم ممارسته عليه على الاخرين. هل ده بيكون مورس على الاهالي فبالتبعيه هو بيمارسوه على الاطفال؟ هم بيسموها العدوى النفسيه العابره للاجيال، ان تم تربيه الاباء والامهات بطريقه خاطئه وبالتالي بلا وعي منهم بيعيدوا استنساخ الصورة دي مع أولادهم بدون وعي، إما على سبيل الهزار، إما على سبيل التشجيع المعيب السيء، يا إما على سبيل إن هم أثناء الغضب إن أنا بعنف الولد أو بعايره علشان أحسسه بإن أنا رفضه. فطبعا ده بيؤذي الأطفال جدا وبيختل براءتهم، وبالذات الفترة الطفولة دي اللي بيتكون فيها شخصية الطفل اللي هي من فترة 2 لـ5 سنين، دي بتبقى تكوين الهوية وتكوين الشخصية والكينونة بتاعته. فأنا لما أتلقى رسائل في التوقيت ده سلبية عن نفسي فأنا هطلع طبعا شخص مهزوز. عارف حضرتك المشكلة فين كمان؟ يعني احنا بنعاني دايما من التنمر من الآخرين من الناس الغريبة على الطفل، لكن لما تيجي المشكلة من والده ووالدته اللي هم يعني هم اللي بيصنعوا شخصيته، فهم يتهموه كل شوية بالغباء بأن انت جبان انت خواف. هل ممكن تكون المشكلة بسيطة عنده ويمكن حلها وبهذه الكلمات المؤثرة والمتكررة اللي بتتهموا فيها الأسرة أو الأهل بالغباء نزود الموضوع نفاقم الموضوع أكتر عنده؟ حضرتك على النقيض إن المفترض إن أنا لو طفلي بيتعرض للتنمر أنا ممكن ألغي أثر التنمر ده عليه إطلاقاً
بتاتا لو انا كاب وام بديله اصلا جرعه من الثقه بالنفس اللي من خلال تعزيز سماته اللي موجوده بالفعل اللي احنا قلنا ما بنبالغش فيها وان انا ما وصمهوش باي شيء سلبي، لكن لما يبقى اللي بره بيتنمر عليا وبيوصمني ويجي ده كمان من البيت فخلاص الطفل هنا ضاع. على فكره كمان المشكله هنا ان الدراسات العلميه بتقول ان هذا الضرر بيبقى مش ظاهر غير مرئي، بيحصل في الدماغ وبيحصل حاجه اسمها ندوب عصبيه. تخيل زي ندوب دي يعني زي الجروح، ندوب عصبيه بتعيق ولاده وتجديد الخلايا العصبيه، فيطلع الطفل ما عندوش قدره على انه يقرا تعبيرات الاخرين، ممكن يقراها غلط، ممكن ينظر دايما للبادي لانجوج والفيشال اكسبريشنز بتاعت الاخرين على انها دايما غاضبه ومهدده ليه، فبيبقى واقع طول الوقت تحت تهديد وصراع نفسي بيخليه مؤهل فيما بعد ان يجي له زي ما قلنا ديبريشن. وممكن كمان لو استمر الضرر والاساءه لفترات طويله ولم يتم معالجته او التعافي منه اللي بيحصل ان دول الناس اللي بيبقوا مهيئين ان يجي لهم سايكوزز وسكيزوفرينيا ويبقوا ناس ادكتد متعاطين للمخدرات وكل بقى مظاهر اضطرابات الشخصيه بما فيها زي ما قلنا التجنبي والبوردر لاين والنارسيسيزم. ربنا يسلم ويبعد عن ولادنا، كلنا عارفين ان احنا حائط الصد عن ولادنا وولادنا بيبقوا معتمدين علينا، صلابتهم النفسيه بتنبع من البيت، كل ما الطفل طالع حاسس بالحب وحاسس بالحنان وحاسس ان اهله ساندينه نفسيا ومعنويا لن يخضع لاي نوع من انواع التنمر او هيبقى سهل او هش ان هو يتاثر. شكرا ليكي دكتوره منى حمدي استشاري الصحه النفسيه والارشاد النفسي والاسري، ميرسي. شكرا جزيلا يا فندم. كده مشاهدينا نكون خلصنا حلقتنا، بنشكر حضراتكم على المتابعه، بكره ان شاء الله حلقه جديده من صباح الخير يا مصر في نفس الميعاد، وصباحكم زي الفل.